أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجنا من الحياة. بفكركم بإبين البرنامج from life@karmatv.com. لو عندك أسئلة أو عندك مشاكل وعايز تعرف حلها ابعت لنا على الإيميل ده. أعزائي المشاهدين، كنا اتكلمنا من كام أسبوع عن تكوين الشخصية، وأن أهم سنين في تكوين الشخصية هي أول 6 سنين في حياة الطفل. وعمر ما كانت تربية الأطفال حاجة سهلة ولا بسيطة، لكن محتاجة مننا مجهود، محتاجة أن احنا نتعلم ونعرف ونفهم أولادنا كويس في السن ده. موضوع حلقتنا النهاردة هي أول سنين في حياة أطفالنا. تابعونا واسمعوا وتعلموا علشان نعرف نتفاهم مع أطفالنا، نعرف نحبهم إزاي. كتير قوي بنقع في أخطاء وبنعلمهم وبنكبرهم علشان يبقوا زي ما احنا عايزين مش زي ما هم عايزين. لكن النهاردة هنسمع إيه المفروض نعمله وإيه المفروض نفهمه في حياة أطفالنا. ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ صامويل إبراهيم، دارس مشورة وفي علم النفس وفي مجال الأسرة والطفل. أهلا بحضرتك وشرفت الكرمة وبرنامج من الحياة. أهلا بك. الله يخليك، أهلا وسهلا بك. اللي بيحصل إن أي زوجين لسه في بداية حياتهم مش بيبقى عندهم خبرة قوي وبيقرروا إن هم يجيبوا أطفال، ف بيلاقوا نفسهم هما مش عارفين، او بيبقى كل هدفهم ان هما عايزين الطفل ده زي ما هما عايزين بالظبط. مثالي جدا، بيسمع الكلام، مش بيبوظ حاجه، كل حاجه في مكانها. فاوقات بنتعلم فيه وخصوصا في اول طفل، واوقات كمان مش بنتعلم في اول طفل وبنكرر نفس الاخطاء في تاني طفل. عايزه اعرف المشكله بتبدا ازاي. اكيد كل كابل او كل اتنين بيتجوزوا بيكون عندهم احلام حلوه ان جوازنا هيبقى اجمل جواز واولادنا هتبقى احلى اولاد وتربيه اخر تمام. بس اللي بيحصل يا ما بيكونش في صوره واقعيه. في مثل حابه اقوله، لو اتنين قرروا يروحوا رحله او فاميلي قررت تروح رحله، بيقولوا حابين نروح فين وهناخد مده قد ايه وهناخد انهي طيارة ومين هيوصلنا في المطار وهننزل الساعة كام ومين هياخدنا وهنقضي ايه وهنعمل، حابين في الاسبوعين او الاسبوع الاجازة دون هنعمل فيه ايه. فبيكون في ديتيلز او صورة معينة محددة لمنظر الرحلة دي شكلها هيكون ايه، وحابين مين هيقدور بايه. طيب لو هنأجر العربية مين هيأجر العربية، طيب مين هيعمل كذا. نفس الفكرة ان الزواج، في كتير بنتجوز. عجبتني نقطة حلوة قوي قالها الأسيس ماهر مقار، لو حطيت ان الزواج هو بس الهدف النهائي، ان عن نفسي اتجوز خلاص، طيب بعد ما اتجوزنا هنعمل ايه؟ مفيش اهداف تانية. مفيش اهداف تانية. لو في بعد الهدف دون ان احنا نكون في كونكشن حلوة قوي، في باشن، في علاقة حلوة، شكل البيت هيكون شكله ايه، تربية الأولاد هيكون شكلها إيه، مين هيدقوم بدور إيه، طيب مين اللي هيعلم الأولاد الآيات، وهيكون في ترانيم إنجليزي ولا عربي، هيكون في ترانيم أصلا ولا لأ، طيب هيقعد يتفرج على التلفزيون هو وبابا في الشغل وماما مشغولة في المطبخ، ولا هيكون في structure. فالصورة دي بتكون مهمة قوي إن الاتنين يقعدوا مع بعض، ونفس أصلا مش بس زواجنا شكله إيه، بس مدام احنا قررنا ان يكون عندنا اولاد هيكون مين هيقوم بدور ايه، وشكل العائلة تكون شكلها ايه، النبط دوان ايه. قصدك يعني كلمه في ادق التفاصيل اللي بعد كده، بعد الزواج، بعد الخطوة الاولى في بداية حياتهم مع بعض، يعني يتكلموا فيها بادق التفاصيل. لو كمان قدروا يتكلموا قبل علشان يشوفوا اذا كان الاتجاه هو دون ماشي مع بعض، يعني دي اتنين بيتعرفوا على بعض. بعد ما حسوا بارتياح، طب انت حابه يكون معانا يكون كم عيل، طيب فكره رايك في التربيه ايه؟ لا التربيه على بابا طبعا. لو لا يعني مفيش حاجه اسمها على بابا طبعا ولا ماما طبعا، يعني الاتنين مشتركين. بنقدر نشوف شكل كل النظام شكله ايه، والطريق ايه. فلما بيجي اول عيل صح، بغض النظر ان احنا ممكن احلامنا حلوه قوي، هو كمان ممكن هما الاثنين ما يكونش عندهم الوعي الكافي اصلا،
لا الزوج ولا الزوجة، ومش فارق معاهم حتة الأطفال دي في الأول، أو يعني هنربيه إزاي، لأنه مش بيبقى فيه وعي كافي في الوقت ده. صح. ومن من عدم الوعي أو من عدم المعرفة في كتير بلاوي بتحصل ومشاكل كتير بتحصل. ما أظنش أنا هتلاقيني بجري تأمل في إيه، لا أنا مستعجل رايح فين مش عارف، بس أنا مستعجل مش هينفع. مستعجلين وبنجري علشان نجيب عيال، طب هنعمل بيهم ايه، وهدفهم ايه، وهدفنا احنا ايه، ودورهم ايه، ودورنا احنا ايه، ومين هيعمل ايه. ما لو قدرناش نحدد ديا هتبقى الدنيا عايمة. صحيح، مش هيبقى في اسس ولا في نظام ولا في رولز ولا في صح. العيل الاولاني بغض النظر زي ما قلت حضرتك من شوية بنحاول طبعا جديد، سمعنا كتير، قرينا كتب حلوة، حضرنا سيمينار، ياريت يعني الكابلز لو لسه ما دخلوش في الموضوع دون كتب كتيرة على قد ما يقدروا يقروا كتب، على قد ما يقدروا يحضروا كلاسز، يستلفوا كم عيل من قرايبهم ويخلوا بالهم منهم يومين ثلاثة، أو علشان يشوفوا اللي بيحصل براكتيكلي عملي. فدي بتوجه أو بتوضح الصورة بطريقة عملية أكتر. يعني دلوقتي حضرتك قلت ان اكتر حاجتين ممكن يبقوا مشكله في ان احنا نكون نعلم اولادنا او نفهم اولادنا، هو ان اول حاجه ما يبقاش في كلام او اتفاق زوج وزوجه من قبل حتى ما يرتبطوا. تاني حاجه انه مش بيبقى في وعي منهم هما الاثنين بايه شخصيه الطفل وعايزينه ازاي، او هي ايه الرولز اللي هيحطوها، او ايه النظام، او كل الحاجات دي. طيب أنا هتنقل للنقطة اللي بعدها، وكنا أخذنا قبل كده محاضرة عن تكوين الشخصية، وإن أول 6 سنين دي مهم جدا في تكوين شخصية الطفل، أو شخصية يعني أساس شخصياتنا دي بتبدأ من أول 6 سنين في حياتنا. عايز أعرف إيه اللي في الشخصية ممكن يأثر، أو إيه اللي في 6 سنين ده ممكن يأثر في حياة الطفل، أو تكوين شخصية الطفل بتتكون إزاي؟ ده سؤال جامد. انا كنت سمعت من حضرتك نظريه، يعني يا ريت تشرحها لنا. من عنايا، حاضر. لو نرجع للعلماء النفس والناس اللي قضوا وقت كافي وناس تانية درسوهم، بنلاقي من الشخصيات البارزه العالم إيريك إريكسون، وقدر يفصل او يقسم اجزاء النمو لثمان اجزاء. طبعا عشان احنا سن تركيزنا النهارده من لغايه 6 سنين هنركز على اول the first three stages. الستيج الاولاني اللي بيلاقي فيه الطفل من الوقت اللي بيتولد فيه لمده سنه او سنه ونص لغايه 12 او 18 شهر، حط فيه العنوان دون اللي بالانجليزي trust versus mistrust، بالعربي الثقه او عدم الثقه. طب هتقولي الطفل يعني لسه ولا بيتكلم ولا عارف حاجة في الدنيا، يلا بيرضع وبيتكرع وينام وبس يعني يخش الحمام. الاحتياجات دي احنا كلنا مولودين باحتياجات معينة، بغض النظر مولودين في مصر، في أوروبا، في فرنسا، في أفريقيا، كلنا مولودين باحتياجات فيزيولوجية، physiological needs، emotional needs، social needs، حاجات عاطفية، اجتماعية، علمية. بطبيعة الطفل أو طبيعة الإنسان غريزة ربنا حطه فيها البقاء، إن إزاي أنا هوجد هبقى على قيد الحياة. هتقولي بس عنده سنة، ده صغير صغنون أصلا، بس شكله كده بريء ما بيعرفش حاجة غير يرضع وينام. لكن الغريزة في طبيعته إن لا، أنا يعني محتاج survive، I need to survive، هبقى على قيد الحياة إزاي. لو الاحتياج بتاعي دون اتسدد باسلوب معين، باسلوب عطف، باسلوب حنان، باسلوب في تايملي مانر، في توقيت معين، الطفل بيحس بارتياح وبيقدر يولد في داخله ان في ثقه. انا هثق في والدي ان لما جوع هياكلوني، لو عيطت وبطني وجعاني وعندي مغص، عندي سخونه، عندي حاجه، هحس بحنان واهتمام ان حد هيهتم بيا. طيب ايه اللي هيحصل لو الثقه دي ما اتكونتش، لو العمود دون ما ركبش صح، لو الوالدين لحد ما لخبطوا او ما قدروش يادوا الدور بتاعهم بالاسلوب الصحي؟
بيحس ان انا مفيش ثقة. طب لو مفيش ثقة في والدي بالتالي مش هقدر هثق لما اكبر في اصحابي ولا حواليه ولا في نفسي ولا في المدرسة ولا في الشغل ولا حتى في ربنا بعدين. ما عنديش ثقة في اي حد تاني بره، صعب جدا for me to trust. فالعمود الاولاني ممكن نسميه عمود الامل. لو تثبت العمود ده وان فيه تراست، انا بنيت امل ان انا اقدر ممكن اثق في البشر، اثق في اللي حواليا، اثق في المجتمع. وده بيبدا من اول يوم. من اول يوم. Yeah. لان الغريزه بطبيعه الطفل مولود ان يكون عنده البقاء على قيد الحياه. Survive. طيب الاطفال دايما بينتظروا مننا ان احنا نعاملهم بطريقه معينه. بس دايما الاهل، يمكن انا اول واحده وقعت في الغلط ده، ان انا بعملهم زي ما انا بربيهم، زي ما انا اتربيت، او ان انا بربيهم عشان اعوض فيهم حاجات انا ما قدرتش اعملها. فايه الاحتياجات اللي اطفالنا بيبقوا محتاجينها في الوقت ده، يعني غير عمود الامل او ان انا ااكله، او يعني في عمودين تاني باي ذا واي لسه في اوكي هنكمل او ان انا باكله او ان انا بلبسه بيبقى نضيف على طول، الحاجات اللي هي العاديه اللي بتتعمل دي. العمودين التانيين، العمودين التانيين هنلاقي فيهم القصه بقى بتاعه اللي بيحتاجوها مننا. عاوزين مننا احنا يحسوا بجد ان احنا يعني بنهتم بيهم. We love them. We care. مفيش طبعا والدين هيقول لك مفيش والدين بيحبوش اولادهم وما بيهتموش باولادهم. بس الاسلوب اللي انا، لو انا مش عارف الطفل محتاج مني افهمه المحبه بالاسلوب ازاي، دي هتبقى صعبه. لان ممكن تسالي والدين كتير جدا بتحب اولادك، طبعا بحب مراتي واحب اولادي وانا اصلا بشتغل وبتعب وبتمرمط بره المين. يعني طريقه التعبير عن الحب عندنا بتبقى شويه ماديه، واحنا شايفين عشان انا بحبهم لازم اعمل لهم، بشوف الصوره الكبيره ان انا لازم اطلع اشتغل عشان لو ما اشتغلتش مش هقدر ادفع بيل المورجج ومش هقدر اقسط العربيه والانشورنس والكهرباء. انا بشوف الحاجات دي، الطفل مش قادر لسه ما وصلش للمرحله ان يستوعب. بس بيبقى عندنا حق برضو يعني، أكيد. يعني بنبقى معذورين يعني. اكيد اكيد. بدون شك الحل يعني بيبقى يعني مسؤوليات احنا بنكون فيها، لكن في نفس الوقت معادله صعبه. ما أنا لازم انا اوصل علشان انا انتظر الطفل اللي هو ممرش بالسنين دي والمرحله دي يفهم نظام البيلز والانشورنس والكهرباء والمطالبات. بقى كأني بحاول اقول للنملة يا ريت تشرح لنا موضوع الانترنت كده، معاملة كده. فانا ازاي اوصل لهم تايم. من ضمن الكلاسز اللي بعملها للبيرنتينج وركشوب بقول تعبير حلو قوي، L-O-V-E which is love equals T-I-M-E time. ما اقدرش اقول لواحد في مثل بالبلدي قوي الرجل بتدب مطرح ما بتحب، ما اعرفش اذا مسموع ولا لا، مع اني جاي صغير بس يعني قديم كم سنه كده كتير يعني. شخص بيقول لواحد انا بحبك قوي بس ما بقديش معها وقت، انا بحب قوي السبورت دي بس عمره ما بيتفرج عليها، ما عمره ما بيلعبها، اللي بحبه دايما بعمل له وقت. مفيش حاجه I don't have time. I make time. I create time or set aside time. بخلق وقت للحاجات المهمه. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان الطفل محتاج ان يحس ان انا بحترمه. ازاي يعني بحترمه؟ ما انا الاب وانا بابا وانا الكبير وانا اللي فاهم مين اللي يحترم مين. لا، الطفل المفروض يحترم بابا اكيد طبعا، بس كمان ده شخص، دي وزنة، دي هدية ربنا ادهاني. عاوز احترم افكاره بسيطة وعبيطة، ممكن لسه ما وصلتش اي حاجة مهمة، بس بالنسبة له هو دي دنيته، بالنسبة له هو ده ليفل الدكتوراه بتاعه، ده كل ما عنده. فالبيشنس دي كمان حاجة مهمة جدا، الصبر. الطفل لسه بيتعلم، لسه بيكتشف الدنيا، بيكتشف اصلا استعداداته ايه وامكانياته هو اصلا ايه. صحيح. لو انا لخبطت هحس ان من اقل حاجه لقيت في شخطه، لقيت في بصه، او ممكن بعض الاحيان لقيت الم.
هيكش بقى ويرجع تراجع الخطوات لورا. بالظبط. عاوز اميز كمان ما بين الحاجات الطفل اللي هو عاوزها عن اللي محتاجها. ايوه انا معرفش انا هو في سؤال، الاولويات لابني او لبنتي في السن ده، يعني مش عارفه هيبقى الاولويات بالنسبه ليه بالنسبه يعني؟ بالنسبه له هو، بالنسبه له انا مهم ان انا اقعد العبه وادلعه، ولا ان انا اكله واجيب له احتياجاته واجيب له لعب يلعب بيها، ولا يعني كده يعني. في السن ده لان هو لسه اصلا مش عارف ابعاد الدنيا ايه، فلو تسيبيه طبعا لحاجات اللي هو بيحبها، عاوز ياكل شوكولاته وحاجات سويتس وحاجات سكريات وجيمز وفن وتلعبي ونزغزغ ونلعب ونتفرج على موفيز مع بعض اكيد، بس اللي هو محتاجه انا غير اللي عايزه. هو عاوزه، ده اللي هنفرقه. ايوه الاسلوب اللي عاوزنا نكلمه بيه، عاوزنا نبقى نايس معاه، عاوزنا طبعا ما نشخطش فيه، عاوزنا ما نقولهوش روح نام بدري علشان وراك مدرسه بكره الصبح، عاوزنا ما نقولهوش بلاش اكل السويتس والشوكولاته اليوم كله علشان هيسد نفسك وهيسنانك هتسوس. ده اللي هو عاوزه، بس اللي محتاجه ان لا يا حبيبي روح نام، لا يا بابا الشوكولاته دي ممكن بعد الاكل وحته صغيره علشان سنانك هتبوظ وبعدين هتبقى زي شكل جده كده يعني من غير سنان كده يعني. وبعدين محتاج، بس اهم حاجه اللي محتاجينها مننا حبنا على الليفل بتاعهم هم. طيب انا عايزه بقى سؤال، معلش انا عارفه لسه ما حاضر. كملتش. ازاي انا احب واوصله الحب ده وفي نفس الوقت احط رولز ويكون في عقاب ويكون في جديه في الرولز دي؟ جميل. لان انا بحبه لازم احط الرولز، لان انا عارف الرولز دي عواميد وفاونديشن اساس، دي اللي هيقدر يستمر بيها وهترسم الخطوط العريضه بتاعت حياته. لو انا ما علمتهوش حبيبي اوكي هتلعب لمده ساعه، طبعا طفل سنتين ثلاثه مش عارف اصلا ساعه دي ايه، بالنسبه له ممكن اسبوع ممكن شهر مش عارف، ممكن اشاور له اقول له شايف الساعه دي دلوقتي العقرب الكبير دون اول مره يسمع عقرب، هتلاقيه على الاثنين، اثنين دي هنعد مع بعض واحد اثنين، فممكن دي بتبقى فرصه فيها ان ايه مش بس اقضي معاه وقت، أعلمه حاجة. بعلمه وعلمه ان في حاجه كمان اكبر من انا بس قاعد بلعب، بعلمه ان انا وبلعب في حاجه تانية شغاله وممكن في حاجه تانية محتاج اعملها. بنسيب عيالنا احنا ما دام هم ملهيين فخلاص بقى. فيسيبونا في حالنا بقى، نعرف احنا نطبخ ونروق وننظف وبابا يخلص الشغل بتاعه، بس مش عارفين ان دنيتهم هم محتاجه الستراكشر، محتاجه النظام دون. لو قدرنا نقدر نعمل النظام دون في وقت الكذا، بعد ساعه هاجي اساعدك تلم اللعب، واجي اقول له انا هاجي اساعدك علشان اعرفه ان انا مش بس بامرك، انا هنا حبيبك صديقك ليك، نلم اللعب مع بعض. المره قال له حبيبي طيب ممكن تلم اللعب ودادي يعمل كذا، علشان يعرف ان ايه انت بتعمل كذا ممكن شخص تاني بيعمل حاجه، لان في السن دون مفكرين هم الدنيا كلهم بتاعتهم هم، مفيش حد تاني بره، مفيش يعني مفيش حاجه تاني شغاله. طب انا لو ساعدته في مره مش بعد كده يعني اللي بيحصل، او يعني من تجربتي مع عيالي، إيه لو انا ساعدته في مره او خلاص سامحته او يعني شلت معاه اللعب، بعد كده برضو تاني مره هيكرر نفس الحاجه واقعد اشيل معاه؟ يعني بيهرب من ان هو يلتزم بحاجه. بيحبوا يعملوا كده صح، بيحبوا يعملوا كده لو هي دي الفرصه الوحيده اللي بيلاقوا فيها ان بتقضي معاهم وقت. اوكي. بيتلككوا هم بقى، مامي اي نيد هيلب مع كذا، كان يو بليز هيلب مي تاي ذا شوز، ما حبيبي انا علمتك، مامي كان يو هيلب مي اعمل كذا، ساعديني اعمل كذا. الطفل في في الستيج الثاني بالعكس، في اللي هو بيسميه بالانجليزي اوتونومي فيرسس شيم، من سن سنه ونص لمده 3 سنين بيحب قوي، بينبسط جدا ان هو يعمل حاجات بنفسه، نفسه قوي ياكل نفسه، نفسه قوي يحاول يزرر القميص، نفسه قوي يحب يكب اللبن على السيريال. ما هو بيحبوا يعملوا الحاجات اللي مش مفروض تتعمل.
اكيد. بس الحاجات اللي المفروض تتعمل او المفروض يعملها مش بيعملها، لان احنا بنحط الصوره عليها ان دي مش فن. لو عملناها مره تيجي نلم اللعب مع بعض وايه رايك نحط البوب والتيدي بيرز الناحيه دي، ونحط العربيات الناحيه دي، نسمي دي مثلا منطقه الجراج في الاوضه، وهنا بتاعه التيدي بيرز عشان التيدي بيرز يخلي بالهم العربيه لو حد حاول يجي يسرقها. بتكريت ان ايماجينري سيناريو بالنسبه لهم، هم صوره جميله او قصه. عملناها فن في الحاله دي ان هو عارفها وبقت لذيذه، وعارف لو بابا عنده وقت او ماما عندها وقت هيعمله معايا. بس لما بطلب منه حبيبي طب لم لعبك علشان بعد كده هنروح رواق او هنتفرج على برنامج مش عارف ايه على التلفزيون، يا ريت طبعا يكون برنامج علمي لذيذ او حاجه زي كده يعني. لكن لما بنقول روح لم لعبك، طب روح العب بعيد، المسج بتبقى واضحه قوي ان ايه، اعمل فاضي. اي حاجه اعمل اي حاجه بس حل عني. هو ده يعني غالبا اللي بيحصل، مش كده برضه؟ فبتتوقف عن الباكجينج، الاسلوب اللي احنا بنقدمه بيها. عندي عيال اختي نانسي حلوين قوي، ثلاثه جمال جدا، بتلاقي كل واحد عنده موهبه معينه. الصغير راين في الموسيقى، عارف لعبه فين، وعارف لعب اخوه انثوني فين، وعارف لعب نيثن فين، ونانسي تقول لهم يلا لم اللعب شيلها هنا هو، فعارف النظام يعني. اتس فن، عملته ساعدته اول مره، تاني مره، ثالث مره، بتبقى لذيذه يعني. طيب ده تاني عمود عن الحب بيساوي وقت، مظبوط. تالت عمود بقى، لا العمود التاني اللي هو الاراده، بتولد الاراده ده. الامل تاني واحد الاراده، بس انا سمعت لاف بيساوي تايم. لاف ده هيكون مش العمود بقى، الفلور ده اوكي اللي محتوي كله ده. الاساس الاصلي قبل ما نحط عواميد، كل جمله بنبداها مع اولادنا، ويا ريت مع زوجاتنا او ازواجنا او الناس اللي بنحبهم، بتبقى طالعه من مصدر محبه. من ضمن الجمله اللي بنقولها بالانجليزي هاني اي لاف يو and because I love you، علشان بحبك مستعد اعمل اي حاجه عشان اساعدك تكون انت فيها ناجح. بس المهم يبقى عارفين ان المصدر من المحبه مش ان انا عشان بابا وعلشان ماما. طيب. وعشان انا اطول منك واكبر منك وانا اللي بشتغل كده يعني. طب انا عندي سؤال في النقطه دي قبل ما نروح للعمود الثالث. ماشي. فقد الشيء لا يعطيه، وانا اذا كنت تربيت ما فيش الحب ده، ما فهمتوش بالمعنى ده، ويعني تربيتي ممكن تكون قاسية أو يعني كتير قوي بيتعرضوا لكده، إزاي أوصل الحب ده بالطريقة دي بطولة بال والصبر، يكون في حب إحساس مشاعر بالحب بالطريقة دي أديها لابني؟ بحبه بس بنفس الطريقة اللي أنا تربيت بيها، العنيفة الحاسمة المفيش تهريج. مش الغالبية بيحصل كده يعني؟ ده سؤال يعني، ده ممكن بيساوي الحلقة كلها أو البرنامج كله. ما فيش والدين ما بيحبوش أولادهم، صح؟ بس ما فيش والدين كاملين، بغض النظر عن قد إيه حاولوا. إدوا على قد ما هم أعطوا، الأسلوب اللي تربوا بيه هم اللي ربونا بيه، وبالتالي فالسايكل دي أو الدورية تستمر لغاية لما حد فينا يقدر يشوف إن فيه لأ لازم تغير يحصل. فلو أنا عارف إن أنا عندي حاجات أو في شدة بتنرفز، بلاحظ إن أنا بتعصب على الولد أو على البنت، ردي معاهم شورت، قصير جدا او باسلوب عنيف في الحاله دي، طب انا ما تعلمتش، ما حدش كان صبور معايا، ما عنديش الحنان ده وما خدتهوش انا شخصيا، طب اديه ازاي لاولادي؟ او يعني بيختلف من جيل لجيل يعني، حتى التعبير هما بيحبونا برضو بس كان التعبير بطريقه مختلفه. يمكن لما يبقى قاسي عليا علشان يطلعني شخصيه قويه فده يبقى حب. إيه لما يبقى اغلب البيت اغلب الوقت بره البيت وبيشتغل علشان يجيب لي يعني يوفر لي حياه كويسه فده حب. يعني الطريقه ممكن تكون بتختلف، وانه لغايه النهارده احنا بنقف في نفس المشكله. اكيد. لان مركزين كل التركيز علينا احنا كوالدين كادلتس، معنى قدامي كذا وكذا كذا ولازم اعمل كذا 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 كذا، بس ما بنحولش الكاميرا او الاتجاه او الفوكس على ايه. طب دنيته ده ايه؟ انا لما كنت 3 سنين، انا لما كنت 4 سنين، انا لما كنت 5 سنين، كان نفسي بابا يعمل معايا ايه؟ الواحد بينسى، مش كده؟
كان نفسي بابا يكلمني ازاي، كان نفسي يعمل معايا ايه. طب انا افتقدتها ما خدتهاش، اصلح المشكله دي ازاي؟ بس مش بنبقى عارفين قوي كده يعني، احنا يعني مش بنبقى عارفين ان لا المفروض يعني بنفهم، بالعكس بنفهم ان سبب القسوه دي علشان انا ابقى شخصيه قويه اعرف اعتمد على نفسي، سبب ان هو بيبقى مشغول لا ده علشان يوفر لي حياه كويسه، فاهمني؟ بس بعدين بنعرفها جايز وقتها، بس مش بنفهم قوي السبب ده. ممكن تكون عملت فينا مشاكل نفسيه فظيعه وعقد لا حصر لها، بس برضو مش بنعرفها يعني، جايز نكون بنحاول نكتشف بس مش بنعرف السبب ايه. بنكتشف عيوب لكن مش بنعرف سبب. اعتقادي الشخصي مش لازم العلمي او الدراسي، يعني ان انا افتقدت حاجه حاسس بيها، انا عارف انا كنت محتاج ايه وكان نفسي في ايه. ممكن ننسى كتير قوي بابا وماما قالوا ايه او اي شخص قال ايه، بس عمرنا ما هننسى حسينا بايه. ممكن الاب ما يكونش متعلم، ما يكونش معبر، ما يكونش لبق، بس ايه الاحساس اللي حسسني بيه. في والدين ما كانوش اصلا بيعرفوا يقروا يكتبوا، بس تلاقي عيالهم وصلوا وطلعوا بقوا دكاتره ومحاميين. ده صحيح، من غير اي مجهود من الاهل، وممكن يكونوا جاهلين في طريقه التعامل، لكن حسوا ان باباهم وامتهم مستعدين يبيعوا الجلابيه على ظهرهم. شعروا. صحيح. يا ابني يا حبيبي بس انت تذاكر. طب يعني اجيب لك لقمه. طب بس او مش بيجيبوا سيره المذاكره، يعني اوقات احنا ويمكن في مصر اكتر من هنا قصه المذاكره والتعليم دي بتخسرنا اولادنا. يمكن يعني عانيت من القصه دي، علشان المذاكره والتعليم وان انا عايزاه شخص مختلف بتخسرنا اولادنا. فيعني لا انا بالعكس انا شايفه ان هو مش بيقول له اعمل كذا. ودي دي دي من ضمن الحاجات اللي برضو البيرنتس بيستراجل مع الوالدين، لان في السن دون اللي هو الاوتونومي الطفل بيحب يكتشف ازاي حكمه الذاتي. انا شخصيه دلوقتي دي في غريزه جواه، مش هو ان هو عاوز يبقى عنيد، لا انا هزرر القميص بنفسي، لا انا هختار القميص اللي هلبسه ايه. ربنا حط فيه الغريزه دي اللي بتعده للمرحله ان يبقى بعدين يكبر يخش الجامعه يتزوج يبدا بيته وهو بنفسه. بس لازم لما العمود ده بيبدا من في البيت. فاحنا كل ما نقول له اعمل كذا لازم تعمل كذا، ماما عاوزاك تعمل كذا، بابا اكنه بيمسكه بيشده. وكل ما هو حد ماسكه بيشده، لا انت بتشدني ليه؟ انا كيان مختلف، انا كيان منفصل، انا كيان لوحدي. طيب احنا معانا تليفون وهنرجع نكمل في النقطه دي عشان عندي سؤال فيها. معانا سامح من بنسلفانيا. الو يا سامح. الو اهلا بيك. الو ايوه اهلا بيك. اهلا بيكو. انا كان عندي سؤال بالنسبه لابني. حاليا 6 سنين، هو جه هنا حوالي يعني 3 سنين. الا المشكله ان هو يعني ما كانش فيه ماما، كان وحيد لما احنا، فما كانش فيه اطفال طبعا معاه في البيت، وفي نفس الوقت ما كانش فيه كوميونتي كتير، ما فيش كوميونتي اساسا، فما كانش فيه حد بيلعب معاه كتير. فالنقطه دي بدات حاليا ان هو يحب ان هو يعني يحب يلعب مع اطفال، فبيحاول هو ولا رايح للاطفال، فبيحاول يفرض نفسه على الاطفال، فممكن الاطفال في وقت لاحظ ان ممكن الاطفال ممكن تتجنبه شويه. وممكن لو الطفل ما بيرضاش يلعب معايا ممكن يبقى يعني عنيف، بس مش العنيف اللي هو العنف اللي هو، بس يعني ممكن احس ان هو ما بقاش طبيعي، بيبقى في سنه من العنف شويه. لكن هو بسيط جدا، هو بيسمع الكلام، هو يعني كويس خالص، بيحب يعني هو الطفل يعني كويس. لكن انا لاحظت في النقطه دي تعباني انا شويه نفسيا، ان انا لما جيت هنا جديد كنت بشتغل وهو كان يعني كنت بيزعل عنه شويه، لكن بحاول ان انا ادي له وقت كتير حاليا. الثانية نقطة، بيحب يقعد كتير على الجيم، بيحب يلعب جيمز كتير، فمش عارف برضه النقطة دي برضه، لكن هو برضه بيسمع الكلام. أنا ممكن أقول له سيب الجيمز عشان عاوز حاجة ضرورية، ممكن يسمع كلامي أنا عشان أنا عنيت معاه شوية، بس مش للدرجة إن أنا بحاول أمشي معاه كده وماشي معاه كده يعني، لكن ممكن ما يسمعش كلام مامته. هو عنده 6 سنين؟
عنده 6 سنين اه حاليا. طيب والاتصال او التواصل بينكم كان المشكله بينكم انتوا كوالديه وهو؟ لا، هو كانت والدته كانت موجوده معاه، انا كنت انا شغال يعني عادي، يعني احنا كنا مهتمين بيه وبنلعب وبنلعبه وبنحاول نقعده على الجيمز ويسمعوا افلام قدس يعني في العادي يعني. لكن اللي انا ملاحظه ما كانش فيه اطفال زيه يعني، الطفل ما فيش تواصل بينه وبين اطفال. اوكي، شكرا ليك يا اخي سامح، وهنرد عليك دلوقتي حالا. شكرا. هو بيقول ان هو عنده 6 سنين ما كانش في تواصل بينه وبين اطفال. انا فهمت ان ما فيش تواصل في الاسره، لكن هو ما كانش في تواصل بينه وبين اطفال تانيين، ولما وصل للسن ده 6 سنين عايز يبقى ليه اصحاب اطفال، فبيفرض نفسه فبيلاقي رد الفعل مش كويس، فدي نقطه. والنقطه الثانيه ان هو بيلعب جيمز كتيره قوي، فخايف ليكون هو بيهرب من رفض اصحابه ليه بقصة الجيمز دي. نقطة حلوة قوي يا سامح. الطفل زي ما قلنا في العمود الثاني اللي هو بيبدا اللي هو الاوتونومي، لو حس ان في طبيعتنا احنا مش مخلوقين كانسان بس فيزيولوجيكال بس اجتماعي، بطبيعتنا احنا حابين يكون لينا اصدقاء، ودي من ضمن النقط المهمة جدا اللي بتكون الشخصية بتاعت الطفل، وبعدين كبالتالي كإنسان بيجتمع في المجتمع. لو العربي معلش خد وقتك. لو مثلا انا عارف طبعا الظروف هنا عشان بنيجي امريكا، ودي من ضمن كانت برضو سيميلر مشابهه شويه لينا احنا لما جينا جديد. ما بابا كان قسيس و ما كانش في ناس كتير الاول لمده سنتين، لغايه لما جم عائله تانية ما كانش في حد في سني، فطبعا خانقه جدا. وخصوصا كمان انا جاي 11 سنه، بس تخيلي كمان لو طفل اصغر من كده. فلو قدرتوا يا سامح معلش لو المشوار بعيد شويه تسوقوا، تكونوا اتليست لو ما فيش عائله ما فيش اصدقاء مجال كنيسه، على اساس الطفل يحس ان في اولاد. لو ما فيش كنيسه عربي قريبه وصعب المشوار، كنيسه امريكاني بس تروحوا على اساس يكون لي فرصه ان يكون فيها مع اطفال في سنه، لان دي مهمه جدا جدا في تكوين الشخصيه. موضوع ان هو بيلعب جيمز عشان يتغاضى، اكيد طبعا لو انا كل مره هروح هتكلم مع طفل واحاول اتعرف عليه والعب معاه هلاقيه مش متجاوب يعني. انا مش عارف لان ما اتعودتش، انا اول مره هيزقني هيكتشف ان الزق مش صح، المره الجايه هعمل حاجه تاني. دي بتيجي بالتدريج وبالعلم. وشايفه 6 سنين الجيمز والكمبيوتر، فدي حاجه برضو شويه يمكن جديده عليه، انا مش عارفه يعني هو السن دون بطبيعي حتى لو يعني عنده بيبقى اصدقاء لسه، حتى لو عنده بالزبط. اصدقاء هم من سن سنه ونص سنتين بيبداوا بالظبط، دي بتبقى لوحديها ليها أهمية جامدة. لكن لو تحق ماشي جيمز مع بعض بس نتمشى مع بعض، نروح البارك يوم اللي فيه أجازة أو بالليل نروح مع بعض، ممكن مكان فيه تشاكي تشيز، ممكن حتى لو مش أولاد صحابه أو جران بس ماكدونالدز اللي فيه التويز أو كده هون، أو بارك على أساس يشوف أولاد. بس يا ريت تبداوا بموضوع الكنيسه اذا كانت امريكاني او مصريه، ده من رايي. او يخرج ويودي انشطه ثانيه، يخليه يعمل حاجات مختلفه ثانيه. ست سنين دلوقتي بدا المدرسه، فاكيد هيعمل اصحاب في المدرسه، بس لما روح البيت برضو هيلاقي نفسه لو ما فيش حد حواليه هيجري على الجيمز، هيركز على النقطه اللي هو فيها. انا عارف انا ممكن العب باكمان او اتاري او اكس بوكس او وات ايفر، وعارف ان هقدر انا هبقى كويس فيها، او لو ما عرفتش ممكن جيم اوفر مش مشكله هبدا من تاني. يعني هي بيني وبينك هي قصه الجيمز في السن دي حاجه، هي حتى لو في سن اكبر يعني، او يمكن اوقات معانا احنا لما بندمنها بتبقى ادمان. هي الفكره ان هو ممكن يخليه يكسر الحته دي، ينسيه شويه، يخرجه كل يوم، يبقى فيه يعني يجي وقت كده يركز في حاجه تانية اكتر. ما هلا بدال ستراكشر بقى، من الساعه كذا للساعه كذا ممكن تلعب جيمز، من الساعه كذا للساعه كذا هنقضي وقت مع بعض نتفرج موفي مع بعض او نلعب جيم، ممكن كونكت فور، ممكن كاردز، ممكن شوتس اند لادر، ممكن مونوبولي،
ممكن لو فيزيكال جيمز، لو في سوكر بول نطلع اوتسايد كيك ذا بول اراوند، نلعب كاتش، فولي بول، كرييت ايدياز، حتى كوتشينه مع بعض. بس المهم في وقت فيها انتراكشن، وبيحس ان ايه في وقت مع حد تاني غير بس ايه ما بينه نفسه ما بين الكمبيوتر والجيمز. طيب يا ريت نكون ردينا على السؤال سامح. يا رب. هي مهمة صعبة بيني وبينك يعني. قبل ما ندخل برضو على العمود الثالث، كل أب وأم بيحبوا ولادهم وده احنا متفقين عليه يعني، بس أنا عايز أعرف الطفل بيبقى عايز الحب ده إزاي؟ يعني احنا زي كل واحد وليه طريقة يعني، أنا عشان بحبه بجيب له اللعب اللي هو عايزه، او عشان بحبه مش عارفه بمشي على عجين ما يلخبطوش، عشان يعني في كذا حد بيعمل بكذا طريقه مختلفه بترجع لخلفيتنا وطريقه تربيتنا لثقافتنا واتيفر ايه. فايه الطريقه اللي بيبقى محتاجها الطفل علشان اعبر له عن الحب او يحس فعلا بالحب ده؟ سؤال هايل وجميل قوي. احنا بطبيعتنا كبشر بنحب بنفكر الشخص اللي قصادنا بيعرف اللي انا بعرفه وبيحب اللي انا بحبه وعاوز اللي انا بعوزه. يعني انا بحب الشوكولاته، فعاوز اكرم حد وابين له بحبه اروح جايب له شوكولاته، بس الشخص اللي قصادي ممكن يكون عنده حساسيه للشوكولاته او ما بيحبش الشوكولاته، بيحب الملبن مثلا، بيحب حاجه تانية. طب ازاي ما بتحبش الشوكولاته؟ في حد ما بيحبش الشوكولاته يا عم؟ بنحس ان فيها يعني كده. عشان نبسط السؤال او الرد على السؤال، اساله حبيبي انت نفسك في ايه، بتحب في ايه. بنلاقي في الشخصية في ثلاث حاجات بتتكون من ثلاث عواميد برضو غير العواميد دول. الطبيعة اللي ربنا اداها لنا أو الغريزة اللي مولودين بيها. يعني بتلاقي طفل بتلاقي ليه ميول للموسيقى، في طفل تاني ليه ميول للسبورت، دي من جات من فين ما تعرفيش. النقطة التانية اللي هي الجيناتيك والهيريديتري اللي جاية من الجينات، من بابا وماما ورثنا كم حاجات معينة. والعمود الثالث أو المثلث الثالث اللي هو المجتمع. فعلشان انا اعرف هو اصلا بيحب ايه، في حاجات ميول مولود بيها ان انا ممكن انا ما بحبهاش، انا ومامته ما بحب ما بنحبهاش، لكن هو بيحبها. بيحب موسيقى بس ممكن بابا وماما ما يعرفوش موسيقى خالص. بيحب سبورتس بس هم مالهم ولا واحد فيهم في السبورت. فاساله نفسك في ايه، بتحب في ايه. ولو ما فيش مش قادر يعرف ان هو بيحب ايه، ممكن ببساطة جدا طب نكتشف نجرب مع بعض، تيجي بك كل اسبوع نجرب حاجة جديدة. بس ده ممكن ينفع معي في سن قد ايه يعني؟ في اي سن؟ لو هو قبل ما يتكلم او قبل ما يعرف يعبر عن نفسه انا اوصل الحب ده ازاي في المرحلة دي؟ ان هم كل اهتمامهم ان بس بابا ماما مهتمين بيا ومديني الحنان، هي الوقت الحب ده. العمود التاني هم بقى بيبدأوا يتكلموا، ماما انا عاوز كذا، ماما نفسي في كذا، ماما انا احب كذا. طبعا دي بعد ليه 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 ليه، دي مرحله الواي واي واي واي. الجو ازرق ليه، العربيه بيضاء ليه، كل حاجه ليه. بعد المرحله اللي بيبداوا بقى نفسي في كذا، عاوز كذا، بحب كذا. وفي ممكن طفل تلاقيه مش عارف اصلا بيحب ايه بس عنده يعني نكتشف مع بعض. تيجي نروح البارك، ممكن اوكي رحنا البارك مره. طب تيجي مره نروح جيم، نحضر جيم مع بعض، ممكن مره ما تيجي تتمشى، تحب نتفرج على موفي مع بعض، تحب تلعب كاردز. هتكتشفي مع الوقت ان الميوله ايه او الحاجات اللي بيحبها، الغريزه اللي جواه اصلا اللي ربنا اداها له، العمود الاولاني اللي هو هديه ربنا ليه، هيبدا يظهر لوحده. هرجع تاني لابن اختي نانسي، راين الزغنور ده عسل، بيموت في العود لوحده كده. لوحده يشوف ناصر بيعزف في الكنيسه عندهم لوحده، عاوز يجري على المنبر هو بيعزف وعاوز يقف جنبه يعني. فبتلاقي طب مين قال له دون العود حلو؟ طب اشمعنى ما بتلاقي واحد بيعزف جيتار، بيعزف عامه بيحب الموسيقى بس العود بالذات بيموت في العود. ولسه سنه ونص سنتين. طيب يعني انا برضو اللي فهمته ان انا تعبيري عن الحب هو بأجيب له الحاجات اللي هو أحاول أكتشف إيه الحاجات اللي بيحبها وأعملها، أسأله بس مع الوقت معاه هقدر أعرف نفسه مثلا في سباجيتي. أنا ما بحبش السباجيتي يعني بس. هي بس الطريقة دي يعني أنا أعمله الأكلة اللي بيحبها أو أجيب له، ولا في لأ حاجات تانية في الإحساس نفسه بالحب ده أوصله إزاي؟ الطفل في السن ده بسيط جدا. ماما أنا I like macaroni and cheese، بحب سندويتش مش عارف كذا،
فاجينا في يوم فاجئه وعملت له في الساندوتش اللي بيحبه. التايم اللي احنا قلناها دي التي اي ام اي ايكوالز ال او في اي دي معروفه دي دي دي, دي الفلور او الاساس الاصلي ان هقضي معاه وقت. مع قضي الوقت هيحس ان انا بحبه. انا جبت كلب ما اعرفش اذا ممكن اقول القصه دي على التلفزيون ولا لا. جبت كلب من كام شهر. الكلب نفسه بيحس ان لما اطلع برا الاوضه ان هو لوحده اللي مش عايز اقضي معاه وقت روح جاري ورايا. فكم وكم الطفل او البني ادم الشخص. ففي حد ذاتنا عدم وجودنا بيدي مسج ان ايه طيب انا I don't have time for you this is not important. ف ان بقضي وقت معاه بيحسسه انا بحبك انت مهم I care. ونحن نقول الكلام ده او يعني مجرد ان انا اطبطب عليه اخده في حضني الكلام ده مهم جدا يعني شايف. اكيد اكيد ان انا اكون صبور معاه بحترم رأيه احب اسمعه. من ضمن الحاجات اللي نفسنا كلنا كبشر ان حد يسمعنا. We want to be listened to. محتاجين الناس حد يسمعنا. بتلاقي ناس كتير بتحكي في قصصها وتحكي في قصصها وتحكي في قصصها. ليه؟ علشان حد نفسنا يسمعنا ويحس بينا. او بيبطل يحكي خالص. علشان لقى حد بقى الدنيا قفلت. ما انا لو حكي حاولت حد اكلم واكلم محدش سامع يبقى nobody cares. ولو ما حدش بقى فرقنا معايا وانا كمان بقى انا مش فرقنا معايا خلاص انا بقفل الباب اللي بيجي لك منه الريح سد واستريح هقفل واتعب نفسي كل ما اجي اروح افتح الباب حد يسمعني حد يهتم بيا ما حدش لا معلش بقى. طيب احنا كلمنا في عمود الامل وعمود الاراده ندخل على التالت. العمود التالت اللي إيركسون بيسميه الانيشيتيف فيرسس جيلت اللي هو الشعور بالذنب او المبادره. المبادرة اللي أنا باخد بقى ببدأ موقفة الكوريج الشجاعة إني بعمل حاجات لوحدي. عندي إحساسيات بالجوجمنت هل ممكن أعدي الشارع لوحدي؟ طب هل ممكن أركب العجلة؟ من 3 سنين لطالع عندي هدف عاوز أبدأ حاجة بازل عاوز أبدأ صورة وأخلصها. لو أنا شعرت إن بابا وماما مشجعيني حتى لو أنا عكيت حتى لو لخبط بتنمي فيا المبادرة هكمل هستمر. دي بتبقى من سنتين دي من ثلاثة من 3 سنين ممكن من 2 بتبقى بس أكتر. افتكرت ابني في السن ده فعلا يعني كان لسه يدوب بيبتدى يمشي بقاله كام شهر وفجأة لقيناه يمشي ويعدي الشارع لوحده ففكرتني بال ولو حاولت تيجي تمسكه ايده بيجري أسرع. ليه؟ علشان عاوز يبقى لك بصي ده السن اللي أكتر لك مامي لوك نفسهم قوي مامي لوك دادي لوك look what I can do عاوز اوريكم انا بعمل ايه. بصوا عليا بصوا عليا ويعمل حركه تاني يتشقلب بصوا عليا بصوا عليا عاوز يبين قد ايه مقدرته وقدرت واتعلم ايه جديد وجسمي بيقدر يعمل ايه شوف بعرف اتشقلب ازاي شوف بقدر اعمل ايه ازاي. فبتلاقي وهنا اول نقطه في القياده بتبدا لو انا علمته انه ممكن يثق في نفسه حبيبي جود جوب لا حلو قوي جميل قوي ممكن يبدا فيه ده عمود بقى القياده الليدرشيب يحط جولز طب بكره انا هعمل كذا ونصحى الساعه كذا ونعمل كذا يبدا يفهم قوي ويحط هدف قصاده طب ممكن ننظف الاوضه وبعدين نعمل كذا كذا طب عاوز اساعد يعني مبادره اللي هو بقى البيربس هدف. فالثلاث عواميد لغايه دلوقتي قلنا الامل اللي هو الاولاني الاراده المبادره المبادره بتولد الهدف بقى البيربس. اوكي ولو خدتي بالك ان الثلاث كلمات دول هوب ويل اند بيربس او الامل والاراده والهدف من العواميد الاساسيين اللي احنا ككبار لغايه دلوقتي محتاجينهم. بيبقى في حاجات ناقصه عندنا ودايما بيبقى الهدف مش عارفه مش كده ما عندناش هدف ما عندناش اراده قويه ان احنا نبدا نروح للجيم ونستمر في الجيم نعمل اكسرسايز ونلوز ويت نروح نستمر نسعى لشغل احسن وشهاده اكتر او اعلى دي العواميد دي الاساسات بتبدا من اول كام سنه في السن من اول 6 سنين من العمر. طيب احنا هنشوف بقى بعد كده المشاكل اللي ممكن تيجي من يعني الست سنين دي لو احنا ما اهتمناش بيها وهنتكلم بقى في الموضوع ده بس في حلقه تانية.
انا هقول لك سؤال قبل ما نطلع فاصل وهتجاوبني عليه. العلاقه بين الوالدين والابناء بتكون ازاي في السن ده؟ وهل علاقتهم ببعض بتاثر عليهم؟ جدا 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 جدا. زي ما قلنا الهديه الاولى من الرب، الهديه الثانيه الوالدين من الجينات، الهديه الثالثه الانفايرمنت او العمود الثالث المجتمع. لو انا شفت بابا وماما حلوين مع بعض وفي ابتسامه وفي احترام وفي مساعده، ماما بتحط الاكل، بابا يجري لان شايف ماما ماسكه حله سخنه علشان يجيب بتاع البطانيه الصغيره دي يعني عشان يحطها تحت البتاعة، هيتعلم ايه من غير ما بابا يقول حاجه للطفل؟ صدقني مش دايما، يعني ممكن يكونوا بيشوفوا ده بس هم بيبقوا مشغولين في حاجات تانية. بيبقوا مشغولين بس ملاحظين جدا جدا جدا. عندي اختي لوسي عندها 5 اولاد، ماثيو صغير جنتلمان بيحب يلعب، شقي، وسن الطفوله عادي، لكن اخته الكبيره بيشوفها بتعامل اخوه ازاي، مامته بتشوفها بتعامل بابا ازاي، بتقول له ماثيو لما اكون ماشي يا حبيبي في السايد ووك انت انا رسول اخش جوه وانت تمشي بره، الراجل رسول يبقى واقف امشي بره على اساس لو في عربيه ولا حاجه خطر يحفظها. فمره ماشيين مع بعض وهي ماشيه جوه فقال لها اماندا خشي جوه انا همشي بره، عشان هو راجل بقى يعني مع انه هو مثلا كده خصها يعني. فاللي بيشوفه اللي بيتعلمه يعني حتى لو يمكن مش على طول مع الوقت هيجي. لو شاف شد، لو شاف عدم احترام، لو شاف عدم مبالاة، بالتالي او حد تاني يعني او حد منهم مشغول يعني الزوج مشغول والزوجة هي بس المهتمة او العكس، يعني خيالي ده برضو أكيد. هيفرق. لو شاف الراجل بيقعد والست المحتدى عليها دور كذا خلاص هيحط في مخه ان لا انا هكبر هخش من الشغل او دلوقتي هخش من المدرسة اقعد انا جعان هقول انا جعان بعد شوية الاكل هيجي، مش اقوم طب هناكل النهارده اساعدك في ايه نفسي في كده. فاللي بيشوفه في البيت بيصور بيحط عمود تاني للمستقبل. طيب احنا لسه للحديث بقيه جامده جدا. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ونكمل موضوعنا واول 6 سنين في حياه الطفل. إذا تربى الطفل على الانتقاد يتعلم أن يدين الآخرين، وإذا تربى على العداء يتعلم القتال، وإذا تربى على الخزي يتعلم الشعور بالذنب، وإذا تربى على المسامحة يتعلم الصبر، وإذا تربى على التشجيع يتعلم الثقة، وإذا تربى على المدح يتعلم التقدير، وإذا تربى على الإنصاف يتعلم العدل، وإذا تربى على الأمان يتعلم الإيمان، وإذا تربى على الاستحسان يتعلم قبول الذات، وإذا تربى على الترحيب والألفة يتعلم أن يجد محبة في العالم، وإذا تربى على مخافة الله يتعلم أن لا يخطئ. صلواتكم وتشجيعكم ودعمكم لقناة الكارما في غاية الأهمية لاستمرار القناة. من فضلك ارسل لنا تبرعك الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين وهنكمل موضوعنا وأول 6 سنين في حياة الطفل. سامول، احنا كنا اتكلمنا عن علاقة الأب والأم وقدام الطفل، وعايزة أعرف هل هو فاهم إيه اللي بيحصل
حتى من سن قد ايه بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل بين الاب والام، دي حاجه. والحاجه الثانيه ايه الاحتياجات النفسيه ليه في الوقت ده؟ هل هو فاهم وهو دارك؟ ايوه، وكمان قبل ما يتولد. احصائيات جديده عماله تطلع دلوقتي بتبين ان هو البيبي هو لسه في بطن مامته لو سمعت موسيقى، المود بتاعها، اسلوب حتى الموسيقى اللي سمعتها اكتشفوا بعدين ان اثر جدا، والميول بتاعته اكتشف ان بيبدا يميز الالحان دي والموسيقى دي، فبيحس مش بس بعد ما بيتولد، قبل الولاده كمان. فدي احصائيات شغاله بعد ورا بعض بتبين اكتر واكتر واكتر اهميه المود بتاع المام الام وكمان الوالدين مع بعض. لو بتبات زعلانه، لو بتبان مشدوده، في قلق، لو في نظام، يعني ممنوع الخناق من هو البيبي في بطن مامته، ولا الصوت العالي بقى نتدرب شويه يعني ممنوع الخناق قبل بس هو ممكن تكون الدنيا مستقره في الوقت ده، بس بتبوظ لما بيبتدي يكبر. يعني مش كده؟ لما بيبتدي بقى يكون له طلبات، او لما بيبتدي العند، لما بيبتدي حاجات تانية، كل الحاجات دي ممكن تبوظ. من نقطه الاختلاف، انا عارف بره موضوعنا شويه، بس احنا كتير قوي بنحس ان في اختلاف يبقى الشخص ده وحش، او الشخص ده مش محترمني، او الشخص ده مش فاهمني. لما بنحس ان احتياجاتنا احنا بتتشال مننا، انا محتاجك تفهمني، محتاجك تقدرني، محتاجك تعضديني، ومش وصلالي، اكن حد خد مننا حاجة، بنحس بشدة، بنتفاعل تلقائيا. فبدل ما نحس ياريت يعني ان دي حاجة بتتاخد مننا، نحس بالقصادنا حرام الشخص اللي قصادنا دوان عنده شخصية تختلف، عنده رأي يختلف، عنده كيان يختلف، عنده وجهة نظر تختلف. فلو شفنا بدأنا نشوف اصلا كل شخص دوان اللي احنا ونتكلم مع بعض، طب انت شايفة كده ليه؟ طب انت ايه اللي انت اللي نفسك احس بيه او افهمه عنك وانا مش لغاية دلوقتي مش واصله، وهي بالتالي طب انت انا ايه اللي لغايه دلوقتي اللي احتاج اللي انا مش قادره اوصله لك؟ ده هي وابنها ولا هي وجوزها؟ هي وجوزها. يعني هم يكونوا متفقين اساسا على تربيه الطفل ازاي كمان؟ لا، حتى معاملته مع بعض، ما كله بيرجع بقى للعواميد الاساسيه الاوليه. لا، انا عايزه اركز في الجزء ده، بس في اتصال هناخده وبعد كده هرجع تاني للنقطه دي. معانا سوزي من كاليفورنيا. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا سوزي. اهلا بيكي. انا كان عندي سؤال هام. انا عندي بنتين، وكنت دايما بستغرب من الطريقه اللي هم بيتصرفوا بيها. انا من وجهه نظري انا بعملهم هم الاثنين زي بعض، لكن هم صغيرين ممكن الاقي واحده مثلا لو قمت انا من الاوضه تيجي تمشي ورايا على طول، خلاص مش عايزه تلعب لوحدها. لكن بنتي الصغيره انا ممكن يعني لو سبتها مع كتاب ممكن ما بتعرفش تقرا، بس تقعد تتفرج مثلا على الصور اللي بتقلب، تلعب حاجه، تروح هنا تروح هناك، عايز تعمل كل حاجه بنفسها. لكن بنتي الكبيره ماما لا تعالي العبي معايا، ماما لا تعالي العبي معايا، لا ماما تعالي لوني معايا. هي ممكن تكون بتحب تصور، بس لا ماما تعالي لوني معايا. طب نعمل دي مع بعض. لكن بنتي الثانية لا، أنا بعرف أعمل لوحدي، لا أنا عايز أعمل دي لوحدي. بستغرب يعني إيه الوجهة النظر ليه هم غير بعض؟ هل هي هل كنت عايزة أسألك ليه؟ يعني هي المشكله الكبيره هي مرتبطه بيكي ومش عايزه تعمل حاجه من غيرك، والصغيره ولا ممكن تعتمد على نفسها. يعني انا بستغرب يعني ازاي، يعني هل في شخصيتهم كده؟ هل هم يعني ليه هم غير بعض قوي كده؟ يعني يمكن يكون سؤال بسيط، بس يمكن ليه سبب معين انا مش عارفه ايه. هل يعني كل واحد منهم بتشوف حاجه بطريقه معينه غير الثانيه ليها؟ هم صغيرين، فايه اللي بيخليهم غير بعض قوي كده؟ هي اعمارهم ايه؟ الكبيره عندها كام سنه والصغيره عندها كام سنه؟ الكبيره كانت حوالي
بس هما فرق بينهم 4 سنين ونص، بس يعني ما صغيرين وحاسين دايما يعني كل واحد غير الثاني. اوكي خلاص، شكرا يا سوزي، احنا هنرد عليكي حالا. شكرا ليكي. المشكلة ان الكبيرة عندها 8 سنين والصغيرة 4. الكبيرة مش بتقدر تعتمد على نفسها وعايزة تعمل كل حاجة ومامتها جنبها. الصغيرة بقى على العكس، هي بتعمل كل حاجة لوحدها ومامتها بتقول لها ساعدك، بتقول لها لا لا انا هعمل ده لوحدي. فهي مستغربة، كل واحد دي شخصية مختلفة. اشرح لنا بقى السبب ايه. سوزي لا دي مشكلة كبيرة قوي. لا بهرج، مش مشكلة خالص اصلا، مش حد ذاتها مش مشكلة، دي اكبر هدية ان ربنا يدينا احنا كل واحد كيانه وشخصيته واليونيكنس بتاعته. من ضمن الحاجات اللي بيعانوا منها الاولاد بنلاقيها في كل السنين، لما بابا او ماما يقول لهم طيب مثلا اختك عملت كذا، طب جابت درجات كويسة، ليه لا ما تعمليش كذا، طب اخوكي بيحب كذا، ليه ما تبقاش انت زي اخوك. بتقارنهم. محدش بيحب اصلا يتقارن، لان بيقولك طب انا مش فلان. بس يعني احنا ممكن نكون بنعمل الحاجات دي، يعني انا طبعا وقعت في الاوهام، عملت الحاجات دي بهدف او بغرض ان انا عشان يغير ويتغاظ ويبقى شاطر. يعني انا لو بقارنه شايف فلان بيعمل ايه، فعلشان يحس شويه ويذاكر مثلا قوي، فالهدف كويس، الهدف سليم والنيه صح جميله حلوه، لكن من ضمن الغريزه اللي ربنا اداها لنا، فاكر لو نفتكر العمود الاولاني، اول عمود او اول عامل ان هديه الرب لينا اللي هي اليونيكنس. فبتلاقي 2 مولودين نفس التربيه، ممكن يكونوا توام كل نفس الوقت شخصية. يعني ممكن تقولي مثلا ده بعديه بسنتين، فيمكن بابا وماما اتغيروا اتعلموا مروا بظروف تختلف، لكن حتى لو بيكونوا نفس الوقت مولودين توينز مع بعض في نفس ال ايدينتيكال توينز، بنلاقي طفل ليه اراده او ليه طبيعه او ليه ميول معينه تختلف خالص عن ميول الطفل الثاني. فدي مفيش حاجه غلط، بالعكس دي حاجه جميله، لان احنا مش اسطمبه، مش كلنا لازم نكون بنحب نفس الحكايه. بتجرح شعورنا طبعا لو لقينا واحد او بنتضايق، واحد بيكون عاوز يكون قريب لينا ومعتمد علينا وعاوز يحسسنا ان احنا. لا بس هي برضو ممكن يسمى في نقطه، يعني ممكن يكون السبب حاجه تاني، ان هو علشان هي الكبيره وجي الطفل بعدها، فالاهتمام شويه اتاخد منها وبقى للطفل الثانيه يعني الاصغر. فخلاص الاصغر اخذت كفايتها من الاهتمام، لكن المشكله دي بتبقى في الكبيره. جميل، دي فكره جميله قوي. مش دي ممكن يكون سبب؟ ما ده العمود الثالث بقى. اللي هي الاسلوب التربيه او الاسلوب الانفايرمنت. لو انا بعمل حاجه او مش واخد بالي من حاجه، زي حاجه زي كده، طيب دلوقتي حست ان في بيبي جه تاني، خد الاتنشن، خد الاهتمام او وقت، او مش لازم خد كل الاهتمام، بس دلوقتي بدات اقسم الاهتمام، بدل وقت ماما كله وبابا كان عليا انا واهتمامهم بيلعبوا بيا انا، دلوقتي بيلعبوا بيا انا وحد تاني او البيبي تاني. فمهم جدا ان الوالدين يكونوا يخلوا بالهم ان ما قارنش، لان دي بتولد انا معصتي، بتولد غيره او بتولد شعور ان طب خلاص روح لبنتك المفضله، مش هي دي مش هي دي مش هي دي كذا. دايما بيقول انت بتحبي فلانه اكتر من مين، بيشوفوها انه بتحبيها اكتر. وبعدين لما تقول لهم نفسي تكوني كذا كذا، ما عندك بنت واحده كويسه خلاص، يعني اهي كفايه عليك دي. وبعض الاحيان كمان بياخدوا اتجاه عكسي، عنيد او عنيف on purpose علشان يبينوا اليونيكنس والانديفيدواليتي وكيانهم هم اللي يختلف. فمش عارف اذا كنا ردينا على السؤال. يعني هو في اتجاهين، في او انا فهمت دلوقتي 3 حاجات من حضرتك. اول حاجه ان كل واحد ليه شخصيه مستقله ولازم الام تكون واعيه بده. تاني حاجه مختلفه رغم ان هم اخوات بنفس كل حاجه. تاني حاجه ان المشكلة في ممكن يكون الكبيرة ما أخدتش الاهتمام الكفاية أو غصب عن الأم طبعا، في وقت البيبي الطفل التاني بياخد الاهتمام وبياخد شوية الأم. تالت حاجة مش فاكريها.
الفكره مش بس خدت الاهتمام. انا هديكي سؤال. اوكي. مع ان انا رسولتي تساليني انا هنقلب الايه شويه. الزوج دون بيروح فين في الموضوع ده كله؟ بيشتغل ويجي فلوس. بيشتغل. كتير جدا من ضمن المشاكل اللي بتيجي كمان ان الزوج بيحس ان بعد ما الاولاد جت في الصوره ماما مش مخليه بالها او زوجته مش مخليه بالها منه هو. كمية الاهتمام راحت طبعا. ما انا لازم انظف ولازم اطبخ ولازم اهتم بالعيال ومش عارف سوزي الصغيره كانت بسخنه اليوم كله تعبانه ومش عارف مين حصل ايه. فلو انا عارف ان في حاجات كتيره جدا ان لازم نخلي بالنا منها, بس مهم قوي 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 ان يومين كل واحد بس يهدى كده شويه مع الرب ويبص لعيلته. ده يختلف عن ده. ده ربنا ليه هديته كذا, وده احتياجه كذا, وده احتياجه كذا. ومش بس الاولاد, كمان الزوج او الزوجه. هل انا وقتي متقسم او مديه كل شخص في العيله اتنشن كافي, اهتمام كافي, حاسه بيه؟ اللحظه اللي انا حد من الاولاد او من طرف العائله ان انا حد ماما او بابا مش مهتمين بيا, خلاص طب انا اهتم بيهم ليه؟ لو هم مش حاسين بيا احس بيهم ليه؟ لو هم مش سامعين وعارفين انا بمر بايه احس بيهم واسمع طلباتهم ليه؟ اي يعني انت قصدك بتقول ان حتى الكبار اوقات كمان بيحسوا بنفس الاحساس ده, فما بالك صغيرين. انا ثالث حاجه افتكرتها هي المقارنه, ان هي تقارن الكبيره بالصغيره, او تقارن تقول لها دايما يعني, او ممكن تكون بتقول لها اختك بتعتمد على نفسها مثلا او وات ايفر. ده كويس يا رب يا سوزي نكون ردينا عليكي. نرجع بقى للاحتياجات النفسية اللي الطفل محتاجها, وكنت بتتكلم عن علاقة الزوجين وقد ايه بتأثر على الطفل حتى لو هو في بطن مامته. ده صحيح. او اتفاقهم هما الاثنين كمان ازاي يعاملوا ابنهم. بتبدأ من مرحلة اللي هو لسه في بطن مامته, بتتكمل اكتر واكتر لما بيشوف. بنتعلم كتير من اللي احنا بنشوفه. الطفلة الصغيرة بتشوف ماما لابسة كعب, محدش بيقول لها روح هاتي جزمة ولا صندل بتاع ماما, هي لوحديها تجري على الكلازت صح وتلبس الكعب, وممكن كمان تلبس الفستان وتلبس مش عارف النضارة بتاعت ماما وتيجي كده. وشوفوا يعني ازاي الطفل بطبيعته بيحب يقلد اذا كان حلو او وحش. لو شاف بابا بيساعد ماما هو كمان لوحده مش هيبدأ الأول لوحده, لأن عنده في غريزته وعنده عاوز يلعب, عاوز يجري, عاوز يز جيمز وكده هون. بس بتبقى موجودة في الصورة إن دي مش غريبة, دي مش حاجة مش طبيعية, أو دي حاجة. بالعكس لو شاف إن ما بيساعدش, يعني لما لو طفل ده كبر ومراته سألت منه ممكن تساعدني, وشاف بابا بيساعد ماشي, ما لان خلاص ما كنتش بساعد انا وصغير وما فكرش في الموضوع ده خالص, بس ذاكرته بترجع, شفت بابا بيساعد ماما. لو شدوا مع بعض وشاف بابا بيقول لها طب بصي تعالى نهدي شويه بس ونتمشى او نرجع نصلي او نتكلم بهدوء, انا عارفك متنرفزه حتى لو ما مرش بالظروف دي بعدين هترجع بذاكرته, لان طب دلوقتي انا بمر بالظروف دي او سيميلر حاجات مشابهه, ايه الريفرنس بتاعي؟ برجع للرفرس اللي انا شفته اللي عشته اللي حصل معايا. طيب جالنا سؤال دلوقتي, واحده عندها ابنها 8 سنوات وعايزه تعلمه كاراتيه, هل ده هيعلمه العنف في السن ده ولا اوكي تعلمه ولا ايه؟ سؤال جميل. كتير قوي بيقولوا البوكسينج والكاراتيه والمارشال ارت والتايكواندو فيها كميه عنف جبار, وانا مش هودي ابني احطه في قدام الخطر او العنف واقول له لا خليك رقيق. شخصيا انا وصغير لما جيت كنت قوي بموت في بروس لي والسن اللي اتربيت فيه, فكنت ما كل ما اشوف فيلم كاراتيه بقى احب اجرب واعمل. بابا وماما كانوا مشغولين في دنيتهم, فانا كان في نادي قريب من المدرسه عندنا, قدمت على اخد مارشال ارتس وكاراتيه. اكتشفت حاجه جميله جدا, ان العكس صحيح,
ان بيعلموكي ان اول حاجه تدافعي عن نفسك وتكوني ثقه في نفسك. احنا عايزين نقول بس الدفاع عن النفس المارشال ارتس او الكاراتيه بيعلموكي بالعكس ان انا ما بروحش ابدا خناق مع حد. ليه؟ لان انا عارف ان انا ممكن. بيعلموني تولز وطرق ان انا اقدر اعملها مش بس ادافع عن نفسي، ممكن حتى لو اضطريت ممكن اوجع او 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 حد ممكن يتوجع او يتألم مني. فلما انا اعرف ان عندي قوه في ايدي بس القوه دي ما بستخدمهاش بس كده وخلاص، ففي طرق واساليب في رولز في رولز وبعدين بتدي الشخص ثقه في الشخص. بتلاقي الشخص اللي دايما بيروح هو اللي بيبدا الخناقات مش عشان هو قوي، لان هو عشان خايف يتضرب. البولي اللي هو بيزق الاولاد وبيتريق على الاولاد خوفه من جوه ان حد يزقه هو ويتريق عليه، فقبل ما هو حد هيجي يتريقوا عليه او الاولاد يروح هو عامل كده بغيره. فلما الطفل او الولد او البنت بياخدوا كاراتيه بتديهم ثقه في نفسهم ان انا ممكن، انا عندي، انا قادر، انا ممكن اعمل كذا وكذا وكذا ودافع، فمش محتاج اروح انا ازق، بل بالعكس لو لقيت حد بيتزق بروح بدافع عنه. فبرافو. لا يعني احنا بنشجع اختي بان تاخد ابنها ابنها او بنتها كاراتيه او وات ايفر مارشال ارتس، في دروس حلوه جدا وديسيبلين جبار. عايز اعرف بقى بيحصل اهتزاز للكيان بقى للطفل، او ايه الاسباب او ايه الحاجات اللي بتهز كيان الطفل نفسيته؟ لو قدرنا نلخصها في مبدا بسيط، الاحتياجات بتاعته مش ملبى. كلنا عندنا احتياجات الاوليه اللي هي الجسديه، اكل، شرب، ميه، هواء، نوم، راحه، مش عارف ايه. بعد المرحله الثانيه بنلاقي ان انا حاسس ان انا حد بيهتم بيا، انا ليا وجود، مش موجود كده في البيت، موجود او مش موجود، انا قلتي واحد. الطفل ما بيحس ان ليا كيان، ليا وجود، ليا احترام، ليا وقت، بتبقى جميلة جدا. لو اي مرحلة من الحاجات دي الطفل شعر ان الاحتياجات دي ما تسببتش، بحس بكل بساطة ان والدية ما بيهتموش، they don't care بالعربي. لو بعدين بقى الفكرة دي بتولد، يعني أي حاجة أثر فيها بتهز كيانه النفسي أو بتكون سبب، بتحط شرطة. بعدين لو تكرر تاني بتحط شرطة أجمل. أنا قلقت. وجامدة. ما الطفل يعني مش عارف دنيته إيه، لسه بيكتشف. في البداية لو ماما جابت له شوكولاتة وحاجات حلوة، ماما حلوة، ماما ضربته على إيده وقالت له لا ماما وحشة. كنت حضرتك بتقول ان كل العوامل اللي احنا قلناها دي لو عامل منهم احنا يعني تجاهلناه او سهى علينا هنتعرض، او الطفل هيحصل له اهتزاز في الكيان النفسي. اي عامل؟ بيلاحظ الطفل كل عامل، بس بتلاقي في مرحلة يعني الطفل دوان بيشعر بكل حاجة، لكن في نفس الوقت الطفل مسامح جدا، عندهم درجة البراءة لغايه لما بتوصل لمرحله. عاوز امثلها، هديكي مثال حلو يمكن يعني يساعدنا كلنا. زي البنك اكاونت، لو في enough deposits، لو طلع withdrawals في اكاونت، في حسابي كتير ممكن يمشي الموضوع. لكن لو انا ما فيش deposit او بالعربي مش عارف اودع فلوس، أودع فلوس، بحط، لو بحط وقت، بحط فهم، بحط حنان، بحط سؤال بعد المدرسة أخبار يومك إيه، وعملت غلطة بسهولة جدا الغلطة دي مش هتتلاحظ. ماما أنت عملتي كذا كذا، ما قلتليش كذا كذا كذا. زي استثمار، يعني أنا بستثمر فيه، بس بإيه الاحتياجات بتاعته، وعلى قد ما بحط فيها على قد ما هي بيبقى الطفل سليم نفسيا. جميل. حتى لو بعض الأحيان الوالدين ما بيحطوش كتير، لأن الطفل عنده احتياج إن أبوه بابا وماما يحبوه ويهتموا بيه
بتلاقيه يتغاضى ويسامح، بس نفسه يشوف حاجة مبادلة. ماشي it's no big deal حبيبي، يعني حتى بتلاقيها مع العائلات اللي بينفصلوا عن بعض، I'm supposed to pick you up، أو بلا حتى مش لازم نفصلين على بعض، مع بعض هنروح مثلا بكرة هاخدك البارك. الطفل يلبس وجاهز وقاعد ومنتظر، بابا ما جاش، يبص في الساعة، حبيبي أنا متأسف، I'm so sorry، مش عارف إيه. يتوقف بقى أنا بتعامل مع الخطأ ده وأنا إزاي، هل بعترف بيه، هل بأتكلم معاه. ومن ضمن الحاجات اللي مهمة جدا جدا، معلش أنا بنط من نقطة لنقطة شوية، أول ثلاث كلمات مهمين في العالم إن هم I love you، أنا بحبك، بالعربي كلمتين بس بالإنجليزي I love you، ثلاثة. تاني أهم ثلاث كلمات I am sorry، نعترف بالغلط. دي بنفكر إحنا ككبار أو والدين، مام داد، لو قلت أنا سوري هتهز في شخصيتي، الطفل أو الولد هيحس إن أنا، طب يعني لو عكيت أو غلط في نقطة معينة خلاص بقى مش هثق في قيادتك، مش هثق في معلوماتك، ولا يعني خلاص، ما انت بالعكس خالص، العكس خالص خالص. الطفل نفسه جدا جدا ان يحس وبيحترم جدا وبيقدر. يعني مثلا هندي مثل، لو انا دلوقتي في الشغل المانجر او الباص او الرئيس الشركة قال لنا عاوزكم تعملوا كذا 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 كذا، كلنا مش مقتنعين بالفكرة، مش حابين الفكرة، مش عاوزين خالص نعمل كده، بس عملنا. رجع بعد اسبوع اسبوعين ان احنا ماشيين عك خالص وكلنا يعني كارهين اليوم اللي قالنا فيه الموضوع دون، يا جماعة انا عاوز اعتذر لكم، انا خدت القرار دون وقلت كذا 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 كذا، لكن ما كانش قرار صح، وانا عارف ان اسبب لكم ألم او مش عارف ايه. تفتكري هنحترمه ولا هينزل في نظرنا؟ لا هنحترمه، ايه المشكلة؟ هنكبر في نظرنا اكتر. يا سلام، ده هو صاحب الشركة، ده هو الباص، هو الرئيس، ما كانش لازم يتأسف، بس اتأسف. إيه انا شايفة كمان باعتذاري لابني او لبنتي، انا بعلمهم كمان ان هم لما يقع في غلط بيعتذروا. برافو عليك. فعملنا غلطة نخلي بالنا منها، نسأل. لو شايف الطفل بتاعي لو عينينا على الطفل او ولادنا شافوا ان بدا ياخد جنب شويه، حاسس شايفه مكشر، مش بيلعب بالاسلوب اللي دايما بيلعب بيه، حبيبي مالك، متضايق في حاجه، حد مزعلك، ماما مزعلك، ما سيبوش كده وقت لغايه لما ايه، ولا مش هقول، لا مش هقول، ما حدش مزعلني، لا ما مش عارف ايه، لغايه لما بدلع بزغزغه مش عارف ايه. دي بتبين له المسج ان ايه، اي كير، I care how you feel، فأنا معايا أنت حاسس بإيه، متضايق من إيه، أن أنت مش طبيعي. طيب جميل. أنت بقى أعرف أن ابني أو بنتي ابتدى يبقى فيه مشكلة، أو يبقى فيه لا أنا مقصرة في حاجة، أو ابتدى يبقى فيه، إمتى بشوفها إزاي أن ابتدى يبقى عنده مشكلة؟ هيبدأ يقولولك لوحديهم لما لو حكيتي او قلنا عملنا حاجه غلط، مامي يقول يو سيد يو بروميس كذا كذا كذا، ما عملتيش كذا. ممكن تبقى متاخر، يعني ده على حسب طبيعه الطفل، وممكن ما يقولوش، يعني الاغلبيه هيقولوا. لو ما عندهمش الجراءه او حسوا ان هم حاولوا وما فيش، انت مش او البابا او ماما مش حاسين، ممكن ياخدوا جنب. لو لقيتي بدأتي تلاحظي ان الطفل بيلاحظ بيحب يقضي وقت مع نفسه اكتر عن مع بابا وماما، يبقى ابتدى في مشكلة. لما اجي اسأله سؤال، حبيبي ممكن تعمل كذا، يرد علي باسلوب غلط او اسلوب مش ظريف او اسلوب سلبي، طب ممكن تحط كذا، نو no. او يحطها برزعة، اكيد في حاجة. المشكلة بقى في الحتة دي، اول ما بلاحظ بتعايش مع الفكره دي ازاي؟ ايوه، بقول لهم انت ايه قله الادب دي؟ حد يعامل ماما كده؟ حد يعامل بابا كده؟ روح اجري. طب هو بيعمل كده علشان حاجه اصلا جرحاه، ممكن تكون عبيطه، ممكن تكون بسيطه، ممكن ما تكونش اصلا ليها اهتمام خالص.
ولا كلها بترجع ان do you care. لو حاسس بابا وماما مهتمين بعد مرحلة ومرحلة 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 ومحاولة ومحاولة ومحاولة, لما الطفل بيحس بابا وماما مش فرق انا معهم, they don't care, بالتالي كمان I don't care. لما دي بقى الطفية الأخيرة. بس الفكرة ان احنا نفهم بقى الجزء ده, يعني ان انا ابقى عارفة هو ليه رد فعله عنيف, ليه هو بيعملني كده, يعني ابقى فاهمة ايه السبب. مفيش طفل خصوصا في المرحلة الأولانية دي مش عاوز يرضي ونفسه رضا والديه. لو عمل حاجات لأ 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 علشان عاوز attention, علشان عاوز بابا ما يعني عاوز بس يلفت. نسأل ونكون صبورين ونسأل تاني ونكون صبورين ونحاول نحط نفسنا في تفكيره هو ليه. لو في حاجة بقى أكبر من كده ممكن بقى في الحالة دي بنلجأ لطبيب نفساني psychologist, بنشوف لو في حاجة ده أكبر مننا مش قادرين نشوفها, بس أتليست إحنا في البيت حاولنا. لو الموضوع كبير يعني بقى انطوائي مثلا, انطواء مع أقول شمالي أقول يمين أقول كذا أقول I don't care مش عارف إيه, عدم مبالاة خالص ولسه 3-4 سنين 5 سنين بحاول حبيبي طب قول لي no. طب أحاول تاني, بابا يحاول ماما تحاول هم الاثنين يحاولوا نزغزغوا نتكلم حبيبي قول لي قفل خلاص, يبقى في حاجة بقى حاجة كبيرة ان هو عشان يقفل جامد او ان هو لسه مستمر. الطفل عامة بينسى بسهولة جدا, ماما ممكن تضربه النهاردة بعديها بكم ساعة او بكرة ماما يعني يتحوش لبعدين. يعني انا شايفة ان هو بيظهر في سن المراهقة يعني لبعدين. لو ما الموضوع الاولاني اللي هو I care ما تعالكش, لو قعدت اسحب اعمل 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 اسمع لكذا خليك زي اختك هاد درجات عاوزة مني عاوزة مني عاوزة مني بس مش مدياني, مش مدياني اهتمام, مش مدياني وقت تسمعي, مش مدياني حب, مش حاسة اصلا انا ايه بيضايقني, مش فاهمة. لما بقولك كتير قوي من الاولاد بيطفوا لان حاسين بيحاولوا يكلموا ماما او بابا وهم علشان يمكن الكالتشر جاب ده ديف كالتشر دي كالتشر تاني, حاسين ان مفيش يعني هنجيب ايه ولا ايه لك دنواري خلاص ادفي. طيب اللي انا شايفين ان احنا بندلع وبنحب وبنطفطف وبنجيب اللي هم عايزينه, يعني اقدب ازاي في السن ده او عقب ازاي؟ لازم يكون في تاديب ولازم يكون في عقاب في حد ذات ان احنا بنجيب اللي هم عاوزينه. احب نحب وندلع ونزغزغ ونقضي وقت جميل, بس نجيب اللي احنا عاوزينه. كتير قوي بنحس ان ايه اكرامنا للولد لاولادنا ان احنا ما نخليهمش محتاجين حاجه خالص او منظرنا بتولد ان I have everything, معايا كل حاجه, ما عنديش حاجه to look forward to, ما عنديش حاجه to work toward ان انا اسعى اليها. بحسس ان كل حاجه بتيجي بسهوله, بدل اربع خمس لعب بنفس النوع ممكن لعبه واحده. ازاي ده انا ابن فلان وازاي ابني يكون نفسه في كذا مجال؟ هو ده يمكن شويه اكتر في مصر اكتر من امريكا. يمكن هنا في امريكا بيعلموهم في المدارس ان انت لما بتقتصد او بتحوش فلوس بدل ما تجيب يعني لعبه صغيره تجيب لعبه كبيره, لكن احنا عندنا مفيش الكلام ده خالص ومش عارفين قيمه الفلوس وكل اللي عايزينه يعني بنجيبه. ما اقدرش اقول لك شفت والدين بيبكوا بدل الدموع دم, بيقولوا هدفنا كله ان احنا كنا عاوزين نتفادى اللي احنا مرينا بيه, الظروف الصعبه والاحتياج اللي كان عندنا احنا, ما كانش عندنا لعب, ما كانش عندنا كذا, ما عندناش كذا, عاوزين نعوضه نديه لأولادنا. بس اكتشفوا ان اللي خلاهم هم كونوا شخصيتهم وادهم الطموح وادهم الأمل وادهم الهدف والبربس اللي يسعوا لقدام, ان في حاجة ناقصة ان انا محتاج اجيبها. انا ما بقولش تاخد كل حاجة من أولادك, بس ما تديش كل حاجة بسهولة وبس وخلاص. دي حاجة. نقطة التربية, الطفل مش هيقدر يفهم انت بتربي ليه,
لو قلتي له انا باخد منك كذا علشان لما تكبر مش عارف ايه كذا كذا، بالنسبه له اكبر ايه؟ يعني هو عارف النهارده بس، مش عارف بكره هيبقى ايه، او السنه الجايه شكلها ايه، واللي بعديها نظام ايه، مش هيقدر. فدي اسلوب العقاب، I take things away. First حاجه بتبقى time out. لو time out ما نفعش ممكن privately نخش الحمام مع بعض، spanking if necessary، لو ضروري. بعد كده هون ببدا اخد الحاجات اللي محتاجها. بس في سر، لو خدنا مثلا اللعبه الفلاني ما عنده لعبه تانية يلعب بيها، لو خدنا اللعبه دي واللعبه دي بس سيبنا دي، الفكره ان بقى انت تايم اوت فروم ايفريثينج اللي بتحبه، كل اللعب. والفكره دي مش بس مع الاطفال السن الصغير ده، دي بتنفع لحتى لسن الكبار الهاي سكول او الكوليدج. مش هيسمع كلام اصلا. بنكتب لسته، بنجيب ورقه وبنحط سطر في النص على الناحيه الشمال، بنكتب كل الحاجات اللي هو نفسه فيها. بس لو انا ما عودتوش ده من هو صغير مش هقدر اعمله بعد ما يكبر يعني. ممكن ممكن وقوي قوي قوي. لكن لو في رولز من هو صغير وعارف انا امتى بيبقى فيه خلاص، بتبقى اسهل جدا في الطفوله. اكيد اكيد. فلو في سن الطفوله ماشي، بس لو ما بداتش، لو انا عارف احنا طبعا عندنا مستمعين لسه ناس ممكن ما مقبلين على زواج او اتجوزوا بس لسه ما عندهمش اولاد، ممكن عندهم اولاد بس صغننين، في ناس كبار، في ناس عدوا المرحله دي، ممكن جد وتيتا يشاركوا المعلومات دي لغيرهم. فانا عارف ان المستمعين عندنا من كل الاعمار، من كل الاعمار او كل اختلافات السيناريوز يعني. فبس الاهم حاجه في التربيه ان بتبدا عن حب. I love you and I want you to be the best. بحبك وعاوزك تكون احسن حاجه. And because I love you، عشان بحبك، I will take this away or هعمل اللي انا محتاج اعمله علشان تبقى احسن اسم. لكن ضرب لا. الضرب عامه انا ما افضلش، لكن في بعض الناس المواقف يعني. محتاجه بعض المواقف، محتاجه بعض المواقف، محتاجه بس باسلوب معين. انا بضرب مش عشان انا متنرفز وعشان انا متضايق وعشان انا مغلوب، في الغالب بنتفشي فيهم بالظبط، وعلشان انا مش عارف اعمل ايه تاني. لا بضرب علشان، ودي دي عشان اقف هنا شويه، لو لقيت نفسي انا متنرفز جدا ومتضايق جدا، دي أسوأ وقت أنا أقدر أضرب فيه الطفل أو أربي فيه أو أصحح الطفل فيه. خش الأوضة، هاجي أكلمك بعد شوية، لو اضطريت أطلع برا أتمشى شوية، أفش وأنفخ، أكلم حد، أهدى، أقرأ آية، أعمل حاجة، علشان ما أعرفهوش إن أنا لما خدت القرار إن أنا أعاقبك، مش بعاقبك عشان أنا كنت متنرفز أو أنا كنت متضايق أو أنا كنت زعلان، عشان اللي أنت عملته غلط. مش عاوزين ناخد نعمل الفوكس من اللي هو عمله على انا كنت كذا، لان بعدين لو انا ضربته وانا كنت متنرفز، جيت تاني يوم لاني هادي، انا ضربت عشان بابا كان هذا باد داي ات ورك، كان متعصب وجاي رجع الشغل كان شادد معاه، انا ضربت من ماما علشان هي كانت مش عارف مشدوده اليوم كله مش عارف ايه. لكن لما بتكون هاديه حتى لو من جوه بنغلي يعني ومشدودين جدا، لازم يعني نهدى شويه علشان الفوكس بيتشال من على انا متضايق، انا مشدود، انا متغاظ، انا مهري، انا يعني متنرفز جدا، على الحبيب اللي انت عملته غلط. ودايما بتدي للطفل تشويس. ما اعرفش انا بقول تو ماتش ولا لا؟ كويس. انا قلت لك تعمل كذا، انت ما عملتش كذا، يبقى لازم يكون فيها قبل، لازم يكون، فلازم نكون واضحين في الجزئيه دي، ان هو عمل تشويس، ان مش بضربك بس عشان نفسي اضربك او عشان نرفزتني او عشان انا متعصبه. فاهم حبيبي؟ المره الجايه لو عملت كذا هعمل كذا، بس لازم اعمل كذا. ما ننساش دي نقطه تاني بقى، معرفش دي ليها سؤال تاني ولا لا. لا هو التأديب بس كده. بس هي الفكره كمان اللي انا اخدت بالي منها، ان انا لما اقول في عقاب يبقى لازم يكون في عقاب، ولما يبقى في عقاب وموقف نرفزني جدا ما انفعلش على طول وعاقب، لكن لا يعني
خالص الهدوء، بس احنا بنبقى محتاجين ان احنا يعني متغاظين فنتفش بقى. من ضمن الحاجات اللي لو قلت هتعمل حاجة اعملها، لو ما عملتهاش بتولد ان بابا وماما ده كلام بس بيقولوا كتير. هو اوقات بننسى، لأن ما بنشوفش يعني أهمية العقاب. مش فكرة أهمية قد ما هو بيبقى في مسؤوليات تانية، في حاجات تانية يعني رتم الحياة سريع جدا صح؟ فبنجري بنجري بس يعني. لو شفنا أهمية العقاب إن أنا دلوقتي ببني فيه إن لكل أكشن في رياكشن، لكل فعل لرد فعل. لو عارف إن أنا لو الطفل ده ما تعلمش النقطة دي في السن الصغير دون، هيطلع في الكبر ممكن أغش، ممكن أزق، ممكن أسرق، ممكن أعمل عليها كل حاجة. يعني لو قدرنا نشوف أهمية إن النقطة البسيطة دي حتى لو حاجة بالنسبة لنا بس ده لا مش عارف إيه، أو شخط في ماما، أو اتكلم بأسلوب غلط، أو قلت له حط كذا رح رزعها، حبيبي next time لو عملت كذا time out أو هضربك من ورا، بعيدا عن أصحابه في وقت بعيدا عن حد تاني هياخد العقاب، نطلع برا علشان برضو كيانه واحترامه. فلو انا اخدت تيكت في مصر، انا عارف ممكن ناخد تيكتات للصبح لان السيستم مش واصله مع بعض، ما بتوصلش، ما بتاثرش على الانشورنس بتاعي، ما لهاش اصلا تاثير رد فعل سلبي بالنسبه لي، ممكن ارشي حد، ممكن اعمل كذا، ماشي الحال. هنا في امريكا التيكت ب 300-400 دولار، مفيش هزار، النقطه مفيش هزار، هيعرفوني، هيجبوني ما دفعتوش النهارده هي بكره هيبقى هدفعه هو برضو، وفي غرامه تاني. لما بحس كده هو لا مفيش، يعني بتلاقي الناس كلها بتاخد ملتزمة. تايم من الشغل، بتقف في الطابور بتاع الكورت قد ايه، بتروح ترافيك سكول، بيعملوا حاجات لا، وكمان بيبقى فيه التزام في الطريق، ما انت مش محتاج بقى تعمل اساليب تمشي ضد عكس الاتجاه ولا عليك. الكلام اشوف اشاره حمراء بقى بالظبط عشان الرولز، مفيش حد، مفيش، لان عارف العقاب ايه. عارف اولا في عقاب وفي رولز والعقاب ايه يعني. بالظبط. يبقى لو احنا قدرنا نقول لازم نوضح ايه الرولز، برافو عليكي. ما نقدرش نقول للطفل ما عملت كذا واتدرب عليها من غير ما اكون موضح له ده صح وده غلط. واقول مره واحده، ما اقعدش اقول 20 مره، لان لو قعدت اكرر كتير الطفل بيتعود خلاص، ما الاسطوانه هي نفس هنبدأ تاني، بيعمل تون، بيخش على تشانل تاني في مخه، بيفكر في حاجة تاني. بقول مرة، لو ما سمعهاش المرة الجاية مامي انت قلت ايه، هو اللي هيهتم، هو اللي هيسألني لا هيحصل ايه لو ما عملتش ايه، او دادي انا عملت كذا كذا كذا. انا بركز على مامي اكتر لان انا غالبية الوقت بابا في الشغل وماما احتكاكها اكتر في الطفل. فبقى I set the rules، وبعدين I set the consequences، القوانين كذا، ولو ما حصلش هيحصل ايه، ولازم ال punishment ال fit the crime. مش مثلا دلق لبن اروح معاك بقى مثلا اليوم كله اخد منه مش عارف ايه، كسر لعبه اروح، يعني يكون الـ على قد الجريمه او على قد الخطا، كبيره ولا صغيره. بالظبط. ولازم بقى consistency اللي هي انفس، لو مره واحده بس لا هيحط ان طب المره دي ماما نسيت، يمكن المره الجايه كمان تنسى، فمش هتولد حاجه سوليد جامده. لا دي ماما يعني بجد ما بتحبش كذا، بابا لا بيزعل كذا لما يعمل كذا. وتحديد العقاب كمان، لو الحاجه دي اتكررت وانا كنت محدده العقاب، فده يبقى فيه مصداقيه اكتر عند الطفل. اكيد بتكبر في نظر، بيزعلوا وبيعيطوا وبليز بليز بليز نو، ويحاولوا يبج وبليد ويطلعوا بره العقاب. لكن لما بتنفذيه، جيمس دوبسون بيقول عليه دوان تاف لاف، خلاص. هقول لك قصه بسيطه. كنت مدرس رابعه ابتدائي، وعندي تلميذ من التلاميذ بتوعي اسمه ادواردو فيجا. الاولاد بيلعبوا ويطلعوا في الفسحه، يجي جنبي يقول لي طب السؤال ده صح، النقطه دي صح، حبيبي ده الهوم ورك. انا عارف بس يعني بتاكد بس، وقت اللانش يخلص بدري يشوفني يجري، طب ممكن تتشيك الهوم ورك بتاعي؟ حبيبي الهوم ورك في البيت، هوم ورك للهوم. اي نو ستريت ايز.
كل درجاته تفوق. مروا اسبوعين وانا كنت لسه متاخر في الفصل بجهز اللسن لتاني يوم. بعد نص ساعه 40 دقيقه لقيت الباب بيخبط وبينهت وحالته بالبلة ومن مرتبك جدا. في ايه؟ قال لي نسيت 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 الهومورك. حبيبي ما انت دايما بتعمل هومورك ودايما بتخليني اتشكت وميك شور ان انا صح ومش عارف ايه. انا عارف بس ماما ماما قالت لي لو ما شفتش الهومورك مش هتقدر تلعب مع جوني صاحبك. الان من عقب مامي. لا فهم الرول. وماما عارف لو ماما لو روح البيت وقالت له قال لها ماما سوري نسيته اتس اوكي يا حبيبي تبعته بكره ممكن بسهوله جدا خلاص ماما اتس اوكي مش بجديد بكره انساه. نسيته ما نسيتهوش. انا قلت عاوز اشوف الهومورك. الكلب كلو وقع في الميه طار في الهواء ماليش دعوه. انا عندي لازم اشوف الهومورك كل يوم. توريني الهومورك تلعب مع جوني. ما قعدتش تشرح له بقى ايه حبيبي لو اتعودت تعمل هومورك ده اللي احنا كتير بنعمله بنحاول نقنع ونشارك افكارنا احنا مع اولادنا. بص يا حبيبي لو اصلي لو اتعودت تعمل هومورك دلوقتي وتنظم نفسك ويكون ليك وقت مش عارف ايه دي هتبقى خطوط عريضه في حياتك بعدين في المستقبل هتساعدك في الشغل. هو ده اللي فعلا بنعمله. هو ده غلط؟ لا مش غلط بس مش هيفهموه. ايوه يعني مش هيجيبه. ما عملتش كده خالص هي بس خدت الرد الفعل اللي هي عاوزاه اللي هو ايه يجيب الهومورك. بالتالي طبعا هو بيلد جود هابتس. لو قلت له حبيبي ده هيعمل جود هابتس ولا عارف اصلا الهابتس دي ايه عاده ايه هي العاده دي ايه هابتس واي دو اي نيد ا جود هابت محتاج الهابت دي لايه معايا. ففي حاجات sometimes احنا ايه بنحاول نقعد ونعيد ونزيد عشان لازم يفهموها. مش لازم يفهموها المهم يعملوها. حبيبي اعمل كذا عملت كذا هيحصل كذا ما عملتش كذا هيحصل كذا ونفس وبس وبعدين هم هيفهم او لا يعني شوية شوية. طيب اوقات كتير قوي احنا علشان الاطفال في سن صغير فبنقول ان هم مش فاهمين ومش بناخد رأيهم حتى في حاجات تخصهم. ده تأثيره ايه عليهم؟ ومهم ان احنا ناخد رأيهم. الطفل بيحب من سن واحد ونص زي ما قلنا في العمود الثاني ان ليه كيانه عاوز يختار لون القميص. عنده رأي عنده افكار. نقدر نعرف ايه الحاجات اللي بناخد رأينا فيها. هنعزل مثلا لباريس ولا استراليا؟ ممكن. حبيبي احنا مفكرين نعمل كذا 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 ايه رأيك؟ اعرف حتى لو هل مضطرين نعزل anyway اعرف اصلا دنيته ايه بيفكر ازاي. لما بسأل الشخص الطفل في سن دوان بعرف شخصيته اصلا وصلت لغاية فين. وبتختلف من طفل لطفل. ممكن يكون طفلين في نفس السن بس دوان عنده ادراك بحاجات او ايجابي في الرد الفعل والتانية شارب ميه خالص. فسؤال في حد ذاته بتحسسه ان I care برضو I care about what you think بالاهمية ورأيه مهم. ودي اللي احنا عاوزين نكرر فيها تاني وتالت وتالت ورابع وعشر وعشرين. ان I care about what you think I care about what you feel. مهتم بمشاعرك بآرائك وافكارك. لا وهو احساسه كمان متهيألي رد الفعل ان هو كيان واحد مع البابا والماما دول يعني هو مش بره الكيان ده وحدة. بتفهمه كمان ان احنا كعيلة مو بنعمل قرارات ليها يعني ايجابيات كتيرة جدا. بتعلمه ازاي يتعامل لما يكبر هو كمان. بتعلمه ان القرار ما بيتاخدش بس بنفر واحد. لو اتخذ بنفر واحد بس دكتورية. بيعلمه ان انا ليا انا برضو part of the family. ما انتوا ما تقوليش تقولي لي البس بسرعة عشان طالعين. اوامر. ما تكسرش كذا كذا. ما تكسفناش قدام الناس. بس لصورتكو انتوا. لكن الحاجات اللي ممكن تهمني انا او تحس لما لازم احس ان part of the family في كله. وكمان انا لما ياخد رايه النهارده هو بكره وبعده هياخد رايي. ياخد رايي برافو عليكي. دي النقطه الاخيره كنت اقولها. الشخص اللي بيتسمع بيسمع. لو انا حسيت اتكلمت معاكي وسمعتيني هسمعك لان انا فضيت اتعلمت وحسيت ان انت يو كير يو ليد باي اكزامبل. كنتي بمثالا كنتي مثالا في القياده بتوريني ازاي. كتير قوي زي ما قلتها قبل كده هو بننسى ممكن الاب وماما البابا وماما بيقولوا ايه والناس اللي حوالينا بيقولوا ايه بس ما بننساش خلونا نشعر بايه ان احنا انكلودد حاسين بينا وراينا مهم وعاوزين يعرفوا دنيتنا ايه واحنا فين في الموضوع ده.
لو حاجة بتخصه بقى أنا بعلمه إزاي يختار وياخد القرار لنفسه. بقول له إيه رأيك؟ الحاجات اللي هي مش أساسية مش تخرب الدنيا. القميص الأحمر ولا الأزرق؟ البنطلون ده مع البنطلون ده بس مهم ان انا اقول له ايه رايك. اقول له رايي بدري عشان يعرف يختار لنفسه بعد كده. اقول له رايي واقول له حبيبي الموضه الحلوه الشيك، لو لبست مثلا بنطلون اسود ما تلبسش معاه مثلا قميص بني دولونين مثلا قوي، او الاصفر والمش عارف الاخضر هيعملوا مثلا فرقعه هيفرقعوا مع بعض. ايه رايك انت؟ ايه الالوان اللي بتحبها؟ انا الاول اشوف هو دنيته فين الاول. لو شافه هو ماشي في النظام كده عاوز احسسه ان برافو عليك الله حلو قوي، ما يمكن يكون عنده الموهبه دي اصلا طبيعيا. ده صحيح. حابب تلبس ايه؟ حابب البس دي مع دي. ابص اشوف ماشي الحال. طب المره الجايه جت بالصدفه ولا بس كده؟ المره الجايه طب ايه رايك لو البنطلون ده يمشي مع انهي واحد اكتر؟ انا اساله هو الاول وبدربه كمان. برافو عليك. ايه البنطلون ده ونمشي مع القميص ده ولا دي كذا؟ خليه هو يفكر شويه، عاوز اتعلمه ميك تشويسز. لايف از اباوت تشويسز. الحياه كلها اختيارات. لو انا اديته رايي النهارده ومش موجوده بكره، مين هيدي له رايه؟ المجتمع، اصحابه. هطلعه مش عارف ياخد قرارات. حتى لو بتبدأ بقرارات بسيطة وعبيطة. طيب يعني هم واضح ان العيال عايزين تفرغ، احنا نسيب شغلنا ونقعد نربي فيهم. فيعني تبقى جميلة. انا شايفة يعني عايزين ذهن صافي، عايزين وقت، عايزين صبر، عايزين حاجات كتيرة قوي. ايه المشاكل بقى اللي بتنتج مع طبعا يعني كلنا بنشتغل وكلنا بنجري والاطفال دي لازم حد يربيها، فمش دايما بيبقى فيه تواصل بينهم كأسرة حتى مع بعض. يعني ممكن الأب لوحده، ممكن الأم لوحدها، ممكن كمان مش بيلاقوا الوقت ده. إيه المشاكل اللي ممكن تيجي للولد مع من عدم التواصل؟ قبل ما أقول المشاكل لو نقدر نقول الإيجابيات. أوكي. لو الوالدين يقعدوا مع الطفل ويقولوا له حبيبي نفسي قوي قوي نقضي وقت معك أكتر، ماما مضطرة تروح الشغل، بابي محتاج يروح يعمل كذا، هنسيبك هننزلك الدي كير بس هنيجي ناخدك، ويفهموا انك نفسهم قوي 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 ان يكونوا معايا، والوقت اللي يقضوا معاه بيكون وقت كواليتي، وقت يعني مركز. يختلف جدا عن بقى الدنيا، احنا مشغولين، الدنيا مقلوبه، هيحس ان طب يعني انا فين؟ ما اول سؤال انا فين في العيله دي؟ انا ليا اهميه؟ مش هيفهموا ان بابا وماما بيشتغلوا حتى لو قلنا لهم طب ماشي بتشتغلوا، ما عندكمش دقيقتين خمس دقائق عشر دقائق تعرفوني يومكم ايه؟ من ضمن الحاجات الجميله جدا ان الوالدين يشاركوا كمان مع اولادهم يومهم كان ازاي من صغير. النهارده طلعت كذا، كان في ترافيك، كان في مش عارف ايه، اشتغلنا جامد. بيعودوا الطفل يشارك. السؤال كان واضح طبعا ان ايه المشاكل اللي بتحصل لما بيكون في تواصل. هو في معانا تليفون قبل ما ندخل في المشاكل. في فرانس من نيويورك. الو الو، اهلا بيكي. اهلا بيكي، اتفضلي. انا حبيت بس اشكركم واشكر اخي سمويل على البرنامج الجميل ده. شكرا لك على المعلومات دي. انا ما عنديش عيال دلوقتي بس ممكن الانفورميشن ده يستعمل للمستقبل لما يكون عندي عيال، و very useful. فبشكركم جدا جدا. شكرا ليكي وشكرا لتليفونك وتشجيعك. شكرا ليكي. ميرسي. كويس، نشكر ربنا في ناس مهتمه وهيفرق بالنسبه للناس، بتنظر لقدام. جميل قوي. دي يعني مثاليا ايديلي ذس از هاو ات سبوست تو بي. قبل ما لو نقدر نشوف اهميه دي وزنه بامانه بجد، وزنه الاولاد وهديه قد ايه ناس نفسهم في طفل.
وقد ايه متمنيين وقد ايه متشوقين يكون عندهم طفل، والناس اللي عندهم ما بقولش عارفين قيمه او يعني غصب عنهم بالظبط، مش نقول مش عارفين او وحشين بس محتاجين توعيه يعني يدوا وقت شويه، بس مجرد ان هم نحط برسبكتيف معانا المده يعني لسن معين، بعد كده هو مش في ايدينا، هيخش الكليه هيخش الجامعه هيتزوجوا هيطلعوا، معانا المده معينه خرج من ايدينا بالظبط. فلو شفنا ان دي وزنه في ايدينا، وبعدين اهم انا باثر في الناس بره ايه ومحتاجيني بره قد ايه، عيالي دي الليجاسي الهديه اللي بقدر بسيبها للاجيال في الماضي. صحيح. طيب نتكلم عن المشاكل اللي ممكن تنتج عن عدم تواصل بين الاسره. الطفل بسهوله جدا بياخد جنب زي ما قلنا قبل كده، هون بيعمل حاجات علشان تجيب اتنشن، بس للاسف مش بوزيتيف اتنشن، مش حاجات مش اتنشن ايجابيه، حاجات سلبيه علشان يلفت نظر. لا لفت النظر. انتوا مش حاسين بيا، مفيش اتصال، مفيش، مش شايف بابا وماما متجمعين مع بعض يعملوا حاجه، لان ده شق قلبه، ده دي غريزه في طبيعته ان يشوف بابا وماما قاعدين. فخلاص ماشي، لو انا عملت مشكله في المدرسه وضربت عيل عملت حاجه هيضطر يطلبوني في الاوفيس، بابا ماما هيجوا هيشوف الموضوع ايه، هنقعد مع بعض، هيزعلوا معايا. فبيلبي الرغبه بتاعته ان يكون في تواصل حتى لو هينتهي بالعقاب ليه، لان نفسه قوي كده. يعني مهم بالنسبه له ان يكون بابا وماما معاه وفي حوار، في اتصال حتى لو فيه عقاب، في اتصال. للاسف من كتر الاحتياج ان يكون في اتصال حتى لو اضطريت انا عارف انا هينتهي بعقاب ليا، بحاول الفت نظر بطريقه غلط، لان عندي الاحتياج ده to be accepted to belong، ان انا ليا كيان في العيله، موجود في حد بيهتم معايا بيا. فدي من ضمن الحاجات، ان بعمل حاجات سلبيه، بنطوي، ما بذاكرش، اختيارات اصدقاء غلط. يعني هما بيبقوا بدري شويه عن كده، بس ممكن يلجا لحاجات تانية، الكمبيوتر او الجيمز زي ما كان اخونا في السن الصغير دوان. الحاجات اللي ممكن بيحس باتصال بالظبط، بيتعصبوا على ماما وبابا. لا نو اعملي كذا نو. طب ليه؟ لان عارفين لو قلت نو وفي مشكله هيقضي معايا وقت عشان يحل المشكله، انا محتاج الوقت دوان. بالنسبة للوقت، قصة سمعتها من فترة. بابا كان محامي كبير قوي وعنده كيسز وشغل بالهبل، ابنه كان بيحبه قوي وكان يجي يقعد جنبه، بابي ممكن تلعب معايا شوية؟ حاضر يا حبيبي لما خلص، بس عندي بكرة معاد في الكورت كذا كذا كذا. طب بابي باجي لك بعد شوية، يجي لي بعد شوية، معلش حبيبي لازم اخلص البوزيشن دي عشان كذا كذا كذا. طب بابي لما في الاخر قال له بابا الشغل جامد قوي عليك، قال له اه، قال له بابا انت بتاخد كام في الساعه؟ قال له انا محامي كبير فطبعا يعني الساعه بتاعتي مثلا مش عارف $120 ولا مش عارف قد ايه. الواد قعد دخل الحصاله بتاعته، قعد يعد فيهم، كملوا يمكن قريب على $60، لمهم وجاب الحصاله بتاعته، قال له بابا طب ممكن اشتري منك نص ساعه؟ من كتر احتياجه ان بابا يطمع وقت، بابا ممكن هشتري منك نص ساعة بمقابل، لدرجة كده محتاج عارف بابا يعني. ساعته ب120، محتاج منك نص ساعة، انا معايا $60 ممكن اشتري منك نص ساعة. طيب انا هعيط خلاص، بس يعني اوقات فعلا احنا بنبقى مش حاسين يعني بقد ايه احنا بنسيء لولادنا، وقد ايه احنا مش بنديهم الحب الكفاية، وقد ايه احنا مش بنديهم الاهتمام الكفاية، ومش حاسين بيهم كنعمة ربنا مديها لنا. طيب يعني عايزة أعرف لو الأم عصبية ولا الأب عصبي، يعني في صوت عالي في البيت، ده بيأثر على الطفل إزاي؟ بيبقى هو عصبي ولا بيبقى عنده خوف ولا بيبقى إيه؟ الطفل بيتعلم بيتعايش مع الحياة بالمجتمع اللي هو شايفه، أول مدرسة اللي هو البيت. في مثل بالعربي بيقول لك الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت جيلا صالحا.
معلش مركز قوي على الام وعلى المام علشان يمكن عشان اغلبيه الوقت هي اللي موجوده في البيت. بس انا برضو عارف ان دلوقتي ان sometimes both the parents بيشتغلوا والارهاق والمجهود والمطالب كتيره جدا. لكن في حد نفس الوقت الوقت مش عارف اقول يعني مهم ان اقضي وقت واحسسهم ان انا مهتمة بيهم، عاوز اعرف بيهم. لو في عيب معين في طبع الاب او في طبع الام ممكن ده يتغطى بالاهتمام والوقت اللي بيقضيه مع طفل. الاسلوب اللي انا بقوله هيلاحظوه، يا ريت احنا نقدر نلاحظ الاسلوب ده. ولو قدرنا نتأسف حبيبي سوري انا رديت عليك باسلوب عنف، يعني مش لازم يكون مع الطفل، مش لازم يكون مع الطفل مباشرة، لكن ممكن يكون الوالدين مع بعض. صح. ما اظنش في اتنين مش عارفين ان هما بيشخطوا بيشدوا مع بعض واي ديسكشن بتنتهي بشد وزعيق وكده. لو مش حاسين يبقى في مشكلة اكبر، ان دي طبيعي جدا ان مش شايفين ان يعني حتى لو البيت اللي تربوا فيه نفس الاسلوب اكيد شافوا ناس حواليهم في المجتمع في التلفزيون في فيلم ان في اسلوب تاني لصول ممكن نتكلم بيه او يعني بيكون احسن نتعامل بيه. يعني مفيش حد بيتولد عصبي او شخصيته كده؟ ممكن تكون في الجينات، بس زي ما احنا قلنا دي عمود من الثلاث عواميد، الهدية ربنا اللي هي المولود بيها الطبعي، العمود الثاني الجينات، العمود الثالث التربية. فلو اتربيت مثلا عندي جينات ان انا بصبعتي ان انا بتعصب بسرعة او بتشد بسرعة، لكن التربية قدرت تعالج النقطة دي، فبنلاقي بسهولة جدا ان ايه بتلاحظ خلاص، يعني انت بعرف اتعايش معاها ازاي. ما أنا مش مشكلة ان انا عصبي، بس مهم انا بعرف هل انا برد او الاسلوب اللي برد بيه ازاي. طيب اخر حاجه عايزه اعرف دور ربنا في تربيتنا لاولادنا وقد ايه هو مهم. جميل. اول عمود اللي هو اول 18 شهر اللي هي الثقه، ان انا ممكن اثق في الوالدين ممكن اثق في المجتمع، بتبدا من اول 18 شهر من بدايه الولاده، بتخليني احس هل اقدر اثق في المجتمع، هاثق في ربنا. دور في حد اكبر من في حد اكبر. سؤال تاني معلش عشان ابقى مركز. دور ربنا في تربيتنا لاولادنا، يعني دور ربنا فين بالنسبه لاولادنا؟ بنعرفهم الله ازاي؟ احنا كمان ايه الكتاب المقدس اللي او الله بيقول لنا ايه في تربيتنا لاولادنا؟ دور الله اساسي بيتوقف على علاقه الوالدين اساسيين. لو علاقتهم هم اصلا مثالية او مفيش، طبعا مفيش حد بيرفكت، بس الطفل بيشوف ان في كل حاجة بنلجأ لربنا، في خوف لربنا، بالتالي هو بيشوف كده. هون بابا كان بيقول مثل صغير انا وصغير بس بسمعه ما كنتش فاهمه قوي لغاية لما كبرت، اذا اب البيت راقصا اذا رب البيت راقصا بتدفي راقصا بتدفي راقصا بالك اهل البيت. فبتبدأ من الليدرشيب، بتبدأ من فوق. في اي كومباني لو لقيها مش ناجحه ما تديش تلومي حد غير الليدرشيب، القائدين، الوالدين، علاقتهم ايه، هدفهم ايه، نظرتهم ايه. هل احنا بس علشان نجيب عيال ونربيهم وعلشان نقول الله عيالنا دخلت الكليه وبقت محامين وبقت دكاتره وبقت حلوين في المستقبل وعلشان جبت لهم هدايا قد ايه، ولا انا اصلا بخافة ربنا هنكون احنا بركه للحوالينا ازاي، وعلاقتهم بربنا وقد ايه هما لما بيشوفهم بيصلوا لما بيشوفهم بيقروا في كتاب، يعني كل ده شايف بابا وماما بيصلوا مع بعض هصلي معهم. انا هتعلم اصلي. شايف بابا في ظروف صعبة بدل ما يتنرفز ويتعصب عنده صبر وعنده ثقة في ربنا، بيعامل ماما باسلوب محبة زي الله المسيح للكنيسة، بتقرب. علشان كده بعد كده لما بتقول الله السماوي بيقدر بيشوف صورة الأب الجسدي كمثال للأب السماوي فوق.
ففي علاقه طبعا جباره جدا وممكن نتكلم فيها اكتر مع الوقت الاكتر في المسابقه. طب احنا هيكون لينا لقاء تاني وانا بشكرك جدا يا حسام وربنا يباركك ويبارك خدمتك. شكرا. اعزائي المشاهدين احنا هيكون لينا تكمله تانيه يوم 8/9 ان شاء الله وعن النتائج فقدان الحب واهتمام لاطفالنا. بس هسيب كلمه معاكم ان الاطفال دي نعمه من عند ربنا، مهم جدا ان احنا نتعلم، ان احنا نعرف، ان احنا نكون عندنا استعداد ان احنا نفهم ولادنا، نديهم الوقت، نديهم الحب الكفايه. مش بس كفايه ان احنا نجيب لهم فلوس ولا نجيب لهم لعب ولا نلبسهم احسن لبس، لكن كويس قوي ان احنا يكون في وقت معاه مخصص ليهم، نعلمهم ازاي يحبوا ربنا، نعلمهم كلمه ربنا ويشوفوا الله فينا. اعزائي المشاهدين بشكركم والى اللقاء في حلقه جديده وبرنامجنا من الحياه.